مساءكم سعيد وحلقه جديده من الستات ما يعرفوش يكذبوا، واسبوعكم كله سعيد الحقيقه ان شاء الله. ارقام تليفوناتنا 23 ورقمنا الارضي 09122، وامسي على صحباتي الجميلات منى ومفيده. مساء الفل يا قمر، ازيكم؟ اصيف حلو كده كويس. طيب زي الفل. بعد من شويه كنت بقول لاميره، بقول لها اميره احنا بعد كده احنا نروح نترفع في المحكمه، وهي بعد كده تشتغل مذيعه في كل المجالات. مفيده عندها اطماع تروح المحكمه تترفع. لا والله انا مش هنفع، بس انت تنفعي. عندنا ايه النهارده؟ بالظبط. عندنا النهارده الحقيقه موضوع مهم جدا. احنا في مصر بلد مش عارفه ناسها، يعني عندنا ناس متميزين جدا، انا ساعات بسميهم ابناؤنا في المهجر، وساعات بيبقوا موجودين جوه مصر، لكن للاسف الشديد الاعلام لا يسلط عليهم اي ضوء. ناس ناجحين متميزين مشهورين، وغالبا بيبقوا في مجال العلم والعلماء والبحث العلمي، بيعملوا انجازات عظيمه للبشريه، لانه اي حد بيعمل بحث علمي جديد او بيصل لفكره جديده دي بتفيد البشريه كلها، البشريه بتحتفي بيه واحنا نايمين في العسل مش دريانين بيه. ايه؟ ولا حاجه، انا بس مستنياكي تكملي حوارك. النهارده معانا دكتوره اعتقد ان كتير جدا من اصدقائنا لو احنا قلنا الاسم مش هيبقى عارفها، اسمها الدكتوره منى مصطفى. دكتوره منى مصطفى انا ما بكلمكوش عن اي دكتوره، انا بكلمكم عن دكتوره اتحطت صورتها الاسبوع اللي فات في قاعه المشاهير بوزاره الخارجيه الامريكيه، من ضمن النساء، من ضمن بالظبط كده الاسم، من في قاعه مشاهير النساء في العالم، مشاهير النساء في العالم. هذه السيده المصريه دكتوره اتحطت صورتها علشان خاطر قدرت ان هي تعمل انجازات كبيره جدا في الكشف المبكر عن سرطان الثدي. احنا بقى ما سمعناش عنها ليه؟ دي مشكلتنا اللي هنتكلم فيها النهارده. المشكله ان فعلا الواحد بيزعل، هل مصر بلد طارده للعلماء والباحثين؟ يعني يا ريت ان احنا نوفر جزء كبير من ميزانيتنا زي ما بنوفر من ميزانيتنا للكوره، وده شيء جميل جدا وطيب جدا، والاعمال الفنيه واعمال الرمضانيه يبقى كمان في جزء كبير قوي من ميزانيه الدوله للبحث العلمي. هل احنا ما بنوفرش ده لعلمائنا وبنطردهم زي ما اميره قالت في المقدمه؟ في يعني في عندنا هو ردنا على سؤالك، احنا ما بنوفرش. طبعا احنا ما بنوفرش، مش بس ما بنوفرش يا منى، احنا القياده السياسيه وقياده، يعني مثلا احنا عندنا وزاره اسمها وزاره البحث العلمي، عندنا كان حاجه اسمها المجالس القوميه المتخصصه، عندنا مش عارفه كليات ايه واكاديميات ايه لكن في حقيقه الحال احنا لم نكن نهتم بالبحث العلمي. يعني عمرنا ما سمعنا، كان زمان ايام جمال عبد الناصر لما يعملوا عيد العلم ويجيبوا الاوائل بتوع البعثات ويخلوا المجتمع يحتفي بيهم. عبر ال 30 سنه اللي فاتوا كان في غياب للادراك. ايوه لفتي نظري الحاجه ان احنا زمان كنا بنهتم بده، وزمان كان الائمه بتوعنا والعلماء بتوعنا وبتوع الكيمياء وفي كل المجالات كانوا بيسافروا بره عشان يعملوا بعثات. اقول لك ليه كنا زمان بره؟ لا كانوا بيرجعوا ويشتغلوا هنا ونحتفي بيهم ونقدمهم اعلاميا كقدوه وكنموذج، وحتى يبقى الشباب يقول لك عايز ابقى زي الدكتور مشرفه، عايز ابقى زي الدكتور فلان، عايز. بس احنا النهارده في الهوا. اللي وصلنا النهارده ان احنا نبقى في الهوا لان في عدد كبير جدا من الطلاب رافضين ان هم يتعبوا ويخشوا علمي ويجتهدوا زي الطلاب اللي كانوا قبل كده. الطلاب اليومين دول كل اللي عايزين يعملوه انهم ياخدوا شهاده ويلحقوا يجيبوا شغلانه، ويا دوبك كده ايه حلوين قوي وهم مركزين في الموضوع ده. تقصدي ان طموحاتهم مش طبعا لان هم معلش ما تزعلوش مني، هم شايفين ايه؟ يعني هم شايفين احنا بندي ايه لواحده زي دكتوره منى مصطفى دي لما تبقى اللقب بتاعها اهم عالمات النساء في الشرق الاوسط، اخذت ايه من مصر علشان انا احط الطلبه انهم يخشوا مره ثانيه ويتعبوا ويجتهدوا؟ هم شايفين ان الدكتوره اللي عملت الانجاز دي ما حدش عرفها، ما فيش حاجه الاعلام ما راحش قال لها يا ستي حتى حوار 3 ثواني مبروك، ما حدش قال لها حاجه. في الفتره اللي فاتت انا لاحظت مثلا من صحاب بنتي ومن ولادك ومن ولاد صحباتي، الولاد عايزين يدرسوا بزنس، ماركتنج، اعلام، مش عارف ايه، موديلنج، ايه بقى الكلام ده؟ لان هم معتمدين ان دي الوظائف اللي بتدخلهم المؤسسات الاجنبيه والبنوك وشركات البورصه والصرافه يعملوا فلوس. انما بقى تقولي لي كليه العلوم ومعمل علمي وكيمياء وابحاث ووجع قلب وتنقيق عينين وماجستير ودكتوراه وترقيه ب3 تعريفه لان كادر الجامعه مش عارف ايه، الكلام ده بعيد جدا. منى الدكتوره منى مصطفى، معلش ثانيه منى عشان انا حسيت اني ما قدمتهاش. هي واحده من اهم العلماء النساء في الشرق الاوسط، يعني القاب صعبه، القاب تقيله ومش سهل تديها كده لاي حد، مش اي حد. هي عامله ابحاث متميزه في مجال سرطان الثدي، هي استاذه في كليه العلوم، يعني ممكن يبقوا تلامذتها عارفين ان دي الدكتوره اللي هتحط لهم الامتحان او اللي بتديهم محاضره، لكن مش مدركين حتى انها متميزه هذا التميز العلمي الخارق. هي اسست معمل علم الاحياء والسرطان في جامعه القاهره، هي واخده جايزه مؤسسه ايفون العلميه في ابحاث سرطان الثدي. احنا هنقدم لكم النهارده، طبعا احنا دورنا عليها، احنا لما فريق الاعداد قرا عن الدكتوره منى مصطفى اننا على رأي مفيدة، عشان أنا بحب الجملة دي، نحن نقدم النماذج خارج الصندوق، نحاول نقدم النماذج القدوة، نحاول نقدم النماذج الجميلة، نحاول ندي أمل للناس، فدورنا على الدكتورة منى مصطفى وجبناها لكم النهارده نتعرف على هذه الشخصية الفذة. كمان انت طبعا قلتي الناحية الجامعية، هي كمان نشرت لها مجلة ناتشر، وهي مجلة من اقوى المجلات العالمية العلمية. تعتبر دكتورة منى مصطفى تاني مصرية المجلة دي بتنشر ابحاثها بعد الدكتور العلامة رشاد برسوم، وهي بتتكلم عن التوصيف الجيني. هتفهمنا عن ايه التوصيف جيني؟ ان هي بتكتشف مسببات السرطان بدري للقضاء عليه ان شاء الله، يعني فهي هتعلمنا باختصار شديد. احنا عندنا نبغه في علم الابحاث، وبالذات ان هي عملت حاجه مهمه جدا، قدرت ان هي تكتشف علاج او علاج مبكر لمرض سرطان الثدي اللي يهم كتير او يهمنا كلنا كسيدات. انا النقطه دي هنتكلم فيها. انا النقطه بقى اللي مضايقاني هي ان احنا ليه كاعلام مصري طنشنا وما عملناش شغلنا علشان خاطر نروح ندور على دكتوره زي كده ونتكلم معاها ونشوف هي كانت محتاجه ايه، ونشوف ازاي هي قدرت توصل انها تاخد اللقب ده. يعني احنا مش مهتمين خالص بالجزئيه بتاعت ان في عندنا علماء، وان في عندنا مصريين متميزين، وان في عندنا مصريين بيشتغلوا هم مش محتاجين حاجه، لا هم عايزين شهره ولا هم عايزين مستشفيات كده باساميهم، لا هم حابين البلد دي ومقررين ان هم يتعبوا لغايه ما يموتوا ويموتوا في البلد دي. تعالي اقول لك بقى جهاز التربيه والاحصاء مفيده. 824 الف عالم تم هجرتهم خلال ال 30 سنه اللي فاتوا دول، وكان في استطاعتهم ان هم يغيروا موقع مصر على خريطه كام الرقم البحث العلمي. كام الرقم تاني يا منى عشان انا مش 824 الف عالم. 824 الف عالم طفشناهم، منهم 39% في امريكا من العقول المهاجره، و13% في كندا. طيب خلوني اقول لكم حاجه، احنا في برنامجنا من فتره قدمنا سيده العالم في الكيمياء، جبنا الدكتوره من جامعه المنصوره كانت حصلت على لقب سيده العالم في الكيمياء، وما كانش حد برضو للاسف سمع عنها. من فتره قريبه الدكتوره زينب النجا، من فتره قريبه جبنا الدكتور أيمن، دكتور أيمن قدمناه اللي بيعمل عمليات في المخ وفي الرقبه وفي كذا باعتباره عالم مصري فذ. اعلامنا، وانا اسفه اني اقول كده، انا اسفه وهيثم الدسوقي اللي خد جائزة العلوم بالظبط كده، انا اسفه اني اقول كده، بس انا هتكلم باعتباري من ضمن الملايين اللي بيتفرجوا على الاعلام، يعني انا بعتبر روحي كده يعني جزء من الاعلام كدخيله عليه. انا كواحده من الملايين اللي بيتفرجوا على الاعلام اقدر اقول كده بمنتهى الاطمئنان، اطمئنان الضمير، ان اعلامنا بيركز على الظواهر السلبيه ولا يقدم أي ظواهر إيجابية، ولا يسلط عليها الضوء، ولا ينمي الأمل في نفوس المصريين، ولا يقدم للشباب قدوة نقدر نقتدي بيها. إحنا دايما بنقول يا نهار أسود الحقونا، ورغم أن المجتمع المصري مليان بالنماذج الجميلة العظيمة اللي تستحق الاحتفاء بيها. دي حقيقة. أنا أؤيد جدا كلام أميرة. إحنا محتاجين نغير وجهة نظرنا الإعلامية، إحنا محتاجين إن إحنا ندور على العلماء دول، الستات أو رجالة، الحاجات الأمثلة الرهيبة الرائعة اللي موجودة في مصر اللي بتدي لينا أمل، علشان نخلي الشباب الصغير ده يقرر مرة تانية يخش الجامعة، ويقرر مرة تانية يستحمل الأبحاث العلمية، ومرة تانية يتعب علشان يعمل يعني جيل تاني من العلماء، لان مش ممكن دول هيفضلوا موجودين، ربنا يديهم الصحه، بس احنا عايزين جيل تاني وتالت عشان نطلع بمصر وعاشر. طيب منى عندنا ايه بقى؟ يبقى احنا فقرتنا الرئيسيه منى وسؤال الفيسبوك على الموضوع ده كمان عشان نتحاور فيه. سؤال الفيسبوك، طيب كويس ان منى فكرتنا. سؤال الفيسبوك لكل اصدقائنا على صفحتنا في الفيسبوك، ومستنيين تواصلكم. هل تعتقد ان عدم الاهتمام بكليات العلوم هو السبب الرئيسي لتدهور البحث العلمي في مصر؟ نعم، لا، ربما. هو انا نعم طبعا، ده غير ان ما فيش اصلا بحث علمي في مصر عشان نتكلم فيه. لا هو سبب مش الرئيسي يعني، مش الوحيد يعني. عندنا تقصير في الاعلام، عندنا عدم توفير الامكانيات، عندنا المعامل الناقصه يعني. كليات موجوده لكن خلينا نسمع رأي الدكتوره والطلبه اللي بيعملوا. لا وانت بتتكلمي صح، احنا عندنا حاجات ناقصه كتير. مش السبب الرئيسي، لا ربما. انا برضو بقول ربما، لانه انا برضو عايزه اقول ان انا كنت مره قابلت صدفه استاذ في المركز القومي للبحوث. على فكره المركز القومي للبحوث ده انشئ في الستينيات باعتباره هيبقى البؤره العلميه اللي هتعمل نهضه البحث العلمي في مصر، ومليان كفاءات وحملت شهادات عليا وماجستيرات ودكتورات بشكل يخض. كنت قابلت حد هناك وقال لي ليه ما بتتكلموش عن ان البحث العلمي هو الذي سيخرج مصر من ازمتها الاقتصادية ويطلعها في مصاف الدول المتقدمة. بالتالي لازم نفتح الملف. احنا هنفتحه النهارده وهنفتحه مع دكتوره منى مصطفى، وبعد كده طبعا بفكر حضراتكم النهارده اميره معاها فقره الصحافه الاسبوعيه، معاها المهندس حسين صبور رئيس جمعيه رجال الاعمال. اعتقد هتقروا مجموعه من الاخبار قضايانا الاجتماعيه. الجرايد مليانه تسليط اضواء على مواضيع مختلفه. والمهندس حسين صبور رئيس جمعيه رجال الاعمال المصريه ورئيس نادي الصيد كمان أوكي. عشان احنا طبعا اعضاء في نادي الصيد فده الرئيس بتاعنا. ها منى، عندنا طبعا فقره الستات ما بيعرفوش يطبخوا. هيكون معانا استاذ ايمن من القاهره يعمل فراخ ورز على الطريقه الصينيه. فراخ اهو النهارده، فراخ للي بيقولوا فين الفراخ اهي ظهرت. طب احنا هنطلع فاصل، في الفاصل هنشوف تقرير عن مبادرة اسمها لنزرع الأمل. إيه نزرع الأمل؟ قالوا إحنا طبعا كلنا عارفين إن في مجتمعنا في من نسميهم ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة. المجتمع الحقيقة بيخطئ خطأ شديد لما بيجنبهم، لما بيعزلهم، لما بيطلعهم بره المجتمع، لما بيخليهم دايما في خانات الشفقة. المبادرة دي بتقول لنزرع الأمل. احنا عايزين نخلي ذوي الاحتياجات الخاصة دول جزء من نسيج المجتمع، يعني في كل مؤسسة في حد منهم بيشتغل، في الأنشطة الرياضية في حد موجود، في المؤسسات نحطهم بحيث ما نبقاش حاصرينهم في خانة الشفقة، وإنما نبقى حاطينهم في خانة التفاعل الإيجابي مع المجتمع. ربما يطلع من وسطهم عالم لأن هم أصحاب مهارات. طبعا وياما يعني مثلا احنا كان عندنا هل طه حسين الرجل الكفيف الذي خرج من الصعيد معدما ثم اصبح عميد الادب العربي الدكتور طه حسين، لما كانوا وهم صغيرين وهو صغير بيقولوا له انت بتشوف شركن على جنب، لو انه استسلم لهذه المقوله ما كانش بقى طه حسين، وبيبقى وراه ام عظيمه. بالظبط كده. فاحنا هنشوف تقرير عن مبادره لنزرع الامل تتحدث عن دمج ذوي الاحتياجات الخاصه في المجتمع، ونرجع بعد الفاصل نلتقي بضيفتنا العزيزه العالمه المصرية الدكتورة منى مصطفى. تحت شعار فلنزرع الأمل استبدل حوالي 400 موظف أعمالهم اليومية بأدوات زراعية للمشاركة في الاحتفال وغرز 150 شجرة مع جمعية الحق في الحياة لذوي القدرات الذهنية الخاصة كنوع من المشاركة المجتمعية وتأكيد على أهمية الزراعة والمناطق الخضراء. الهدف من اليوم بتاع النهارده بالنسبة لنا احنا كجمعية، الهدف ان احنا بنحب ان المجتمع يشارك الاولاد المعاقين ذهنيا في أنشطة مختلفة، ان احنا بنقول دايما ان المعاق ذهنيا المفروض ما يبقاش منفصل عن المجتمع، فاحنا بنحب نشاركهم الحاجات دي. هيحسوا ان هو يعني هم بيشاركوا بايديهم في حاجة زي المجتمع العادي، هم ما فيش فرق بيننا وبينهم خالص، احنا هنزرع بايدينا هم هيزرعوا معانا والحاجة دي هتكبر. محمد انت كنت معانا النهارده وانتوا بتزرعوا الزرع ده مظبوط؟ مظبوط. عملت ايه بقى النهارده؟ احكي لي كده. عملت اسم حاجه بس كده. زرعت كام زرعه لغايه دلوقتي؟ 2 بس. زرعت مرتين؟ اتبسطت؟ الحمد لله. هيفرق ايه في دوت مع الاطفال المعاقين؟ هيفرق انه هيحسسهم بدفء هم محتاجينه، هم محتاجين رعايه، وضمن الرعايه دي محتاجين رعايه شعوريه، محتاجين يحسوا بانه الناس حواليهم ان هم مش لوحدهم. انت هنا النهارده بتعمل ايه؟ هنجنينه. زرعت كام زرعه لغايه دلوقتي؟ عملنا النهارده ودين. اتبسطت؟ عملت ايه بقى؟ يعني جيت هنا عشان تعمل ايه؟ بشتغل. حفرت الطينه اللي في الارض؟ علشان تعمل ايه؟ نعمل نحط فيه الزرع عشان الجو حر، حط فيه ميه. شايفين ان دوت ممكن ياثر ازاي على الاطفال نفسهم او على ذوي الاحتياجات الخاصه نفسهم؟ هيأثر كتير جدا جدا، زي مشاركه النهارده ذوي الاحتياجات الخاصه اللي كانوا موجودين معانا، كانوا حاسين بالبهجه وسرور وسعاده لانهم بيشاركوا في حاجه، حاسين ان هم واحد مننا واحنا واحد منهم، هم زينا وزيهم، واحد ما يختلفش عنهم في اي حاجه، حاسين ان هم جزء من المجتمع وجزء مننا اساسا، يعني احنا كلنا زي بعضينا سواسيه. ايه اهميه ان انتوا تزرعوا شجر النهارده؟ والله اهميتها اكدها قول الرسول عليه الصلاه والسلام، قال لك اذا قامت الساعه وفي ايديكم فسيله فليغرسها، اذا في امل في وقت. دور المجتمع المدني لا يقل اهميه عن دور اي مؤسسه في الدوله، فكل منا عليه مسؤوليه لابد ان لا يتخلى عنها. ايناس انس، CBC. سنة 1991 اتخرج من قسم الحيوان كلية العلوم جامعة القاهرة في بيولوجيا الخلية تلميذة نجيبة، اتخرجت بتقدير عام امتياز. هذه التلميذة النجيبة في سنة 2012 كرمتها الخارجية الأمريكية باعتبارها واحدة من أهم العلماء النساء في الشرق الأوسط. اسمحوا لي نرحب بضيفتنا العزيزة العالمة الدكتورة منى مصطفى. اهلا بيكي، منورانا منورانا ومشرفانا، يعني الاثنين. شكرا. اهلا وسهلا. متاثره بالكلام بتاعنا وعينيها ابتدت تدمع وحاجات كده. عينيها ابتدت تدمع. طب على ما عينيك تدمع براحتك نشوف تقرير عن حضرتك عشان تعيطي براحتك بقى، حاسه كده. هنشوف تقرير عن الدكتوره منى مصطفى وانجازاتها العلميه ونرجع نبدا حوارنا معاها. دكتورة منى مصطفى بالطبع لم يسمع أحد عنها في مصر، ولكن دكتورة منى لمن لا يعرفها هي أستاذة بكلية العلوم جامعة القاهرة وباحثة بالمعمل القومي لبيولوجيا السرطان. كرمت الأسبوع الماضي من قبل وزارة الخارجية الأمريكية باعتبارها واحدة من أهم العلماء النساء في الشرق الأوسط، وذلك لأبحاثها القيمة في مجال مرض سرطان الثدي حول العالم. أستاذة منى وفخورة بكده لأن حد من تلاميذي بقى بالمستوى العالمي ده، وفرحانة بيها جدا جدا، ويا رب دايما كده لقدام. في كده طفرات بتحصل، واحدة زي منى بيجيلها فرصة فبتستغلها كويس قوي، ذكية جدا، كين قوي على شغلها وعلى أبحاثها. عشان كده دايما الواحد لما when there is a will there is a way، يعني لو واحد صمم بيوصل. أنا من أول الطلبة اللي سجلت معاها بعد ما جت من بوست دكتور من أمريكا، وسجلت معاها ماجستير ودكتوراه، وهي من الناس الأكتف جدا وبتحب شغلها جدا، ودي حاجة نفسي تعلمها منها يعني بجد، عشان نرتقي بالبحث العلمي. في ناس فعلا محتاجه انها تسافر وترجع تاني، مش زي دكتوره منى مش تسافر وتقعد هناك، لا ترجع تاني ويبقى عندها الويلنج انها تشتغل، تبقى محاربه انها تقدر في وسط الظروف ديت انها تقدر تعمل حاجه. فتقريبا هم دول الحاجتين اللي ممكن يخلوا اي حد زيي يبقى مرتاح في شغله. يعني هي تتحسب لدكتور منى ان هي رجعت تاني؟ طبعا، لان اي حد غالبا اغلب الناس لما بتيجي، لا اما بتيجي شويه فتره تلاقي ان الموضوع بقى صعب تقوم مستسهله الموضوع وتسافر تاني، لا اما ما بترجعش اساسا. فهي لا، هي جت ولقت الموضوع صعب، لقت الموضوع مش سهل، بس ما قررتش بقى انها تهرب، قررت انها تواجه، وقررت انها تحارب ده وتحارب ده وتحارب ده وتحارب ده لحد ما عملت اللي هي عملته. دكتوره منى شخصيه مميزه جدا، يعني الواحد بيفخر جدا ان هو قابلها دلوقتي. وانا بتعامل مع الطلبه بتوعي انا ما زلت ان انا بحاول ان انا اطبق اللي كانت هي بتعمله معايا. اقدر اقول لدكتوره منى ان احنا لسه في بدايه المشوار، احنا قدامنا حاجات كتيره قوي احنا لسه عايزين نعملها ان شاء الله مع بعض. المرضى بتوعنا مستنيين مننا كتير قوي، لازم ان شاء الله نحط بلدنا وبحثنا البحث العلمي اللي طالع من عندنا على الخريطه العالميه. دكتوره منى نموذج للمراه لابد ان نفخر به، فهذا ليس تكريما لها فقط ولكن يعد تكريما لنموذج مشرف من نساء مصر. ايناس انس، CBC. عمار يا مصر، اسمحوا لي اقدم لكم تاني الدكتوره منى مصطفى اللي زمايلها قالوا عليها جملتين، قالوا بتحب شغلها جدا ومحاربه. هل ده سر نجاحها؟ منى هنعرف منها. اهلا بحضرتك طبعا، وانا باغبطك وبقول النهارده لاي ست او ام بتشوفنا انت قدوه جميله لاولادنا ولاولادها، وعايزين النهارده ننهل من علمك الجميل. الله يخليكي. وزي ما قالوا في التقرير ان انت نموذج مشرف لنساء مصر والعالم العربي كله، فاهلا بيكي. وعايزين نعرف بدايه جه التكريم ازاي؟ هو كان في الشهر ده تقريبا. طبعا التكريم الحمد لله كان في الشهر ده، هو نتيجه مش نتيجه بحث معين، نتيجه شغل ومنتور شيب او اشراف على رسائل من سنه 2007 من اول ما رجعت من امريكا لغايه دلوقتي. المعمل في فتره قليله جدا، يعني المعمل ليه قصه كويسه، ان رئيس كان وقتها نائب رئيس الجامعه دكتور حسام كامل انشا المعمل، وافق ان يتعمل معمل بيولوجيا السرطان في كليه العلوم، وكان فيري سبورتيف بصراحه، كان يعني فعلا ساعدنا جامد جدا، وجبنا فند من بره وجبنا مشاريع مع جامعات من بره تعاوننا معاهم. كان في 13 رساله معايا الحمد لله، ومع زمايلي مشرفين عليها. في 7 منحوا وخلاص خدوا الماجستير نتيجه الابحاث بتاعتنا وابحاث الطلبه دي. نشرنا حوالي 11 بحث الفتره اللي فاتت، فتره قليله جدا، وفي جورنالز كلها امباكت فاكتور عالي، ساينتفك جورنالز، يعني مجلات علميه، مجلات علميه بالظبط، دوريات علميه. حطت مصر كوضعها على يعني احنا دايما بندخل ندور احنا ايه اللي اتنشر مثلا على ويب سايت معين، ايه اللي اتنشر جديد. فادت برضه الحمد لله، مش شغلي انا وبس، لا الحمد لله جامعه القاهره، انا لسه امبارح عامله سيرفي، احنا السنه دي بس داخلين حوالي جامعه القاهره داخلين في حوالي 700 800 بحث كلهم في حاجات محترمه جدا، يعني الحمد لله في صحوه علميه في الجامعه بجد كويسه. فنتيجه ده كله تاني ست في مصر يعني بعد الدكتوره نجوى نور في التكريم ده. في المنصوره دكتوره نجوى اول واحده خدتها التكريم من الخارجيه الامريكيه، انا تاني رن او تاني دوره ليهم انا اللي خدتها. دكتوره منى، يعني سريعا احنا عايزين نفهم كل اللي بيتفرج علينا تخصص حضرتك ايه، البحث او مجموعه الابحاث بتاعت حضرتك بتتكلم في ايه، وازاي هي ليها علاقه مباشره بعلاج سرطان الثدي؟ أنا شغلي طلعت سنة 2005 أمريكا على منحة في أبحاث سرطان الثدي ممولة من جهات عالمية. كان هدف المنحة دي على مستوى العالم يختاروا 10 علماء، ومن ال10 علماء دول يعلموهم التقنيات الحديثة في أبحاث سرطان الثدي، بحيث إن هم يرجعوا بلادهم تاني ويقدروا يعني يقوموا بالبحث العلمي اللي هم اتعلموه بره في أمريكا. ال10 اللي خرجوا رجعوا منهم 3، أنا واحدة منهم، واللي قدرت الحمد لله يعني ده من عند ربنا إن أنا قدرت أستمر في الجزئية دي. لما رجعت ابتدينا بنطبق اللي انا اتعلمته بره. اللي اتعلمته هي تقنيه زراعه الانسجه، بنزرع الانسجه على نماذج ثلاثيه الابعاد بتضاهي البيئه السرطانيه. بيساعدنا دكتور محمد الشناوي ان احنا مثلا لو خدنا دم من مريض وقت الجراحه من البيئه السرطانيه ازاي نقدر نزرعه مع الخلايا اللي هي بنقول عليها السيل لاينز اللي متداوله تجاريا، ازاي نعرف ايه هي المواد النشطه او العناصر البيولوجيه النشطه نبتدي نستهدفها علاجيا، وبنطلع بتوصيات ان لو حطينا مثلا الماده دي قدرنا نثبط النشاط بتاعها، دي تعتبر خطوه بالظبط اوقف نشاط. وصلت ايه بقى في الابحاث بتاعت حضرتك؟ هو ده اتنشر نهايه الابحاث بتاعتك كانت ايه؟ هي ان شاء الله لسه بقى ده لا يعني اخر نهايه البحث اللي انت وصلتي له او اخر بحث عملته؟ اخر بحث عملته كان وصلنا لنوع من انواع السيتوكاينز اللي هو الانترلوكين 8، ده لقيناه عالي في المرضى. ممكن تبسطي، ما هو اسمه كده، اسم عالي، هو اسمه اوكي. ده بيعمل ايه؟ ده بيساعد الخلايا على انها تعمل انفيجن، تتحرك وتجري في الجسم. وفي مؤتمر هيكون في دبلن ان شاء الله في مايو، هيكون في 22 مايو، واخدين فيه الناس كلها على يعني اللي شغالين في الجزئيه دي ازاي هيقدروا يعملوا ريكومنديشن ان ممكن مع العلاج الكيماوي توصيات نقدر ندخل الخلايا دي. مش الشغل بتاعي بس، لان ده في ناس كتير شغاله على السيتوكاينز دي، مش انا بس. ازاي يقدروا ان هم مثلا مع الكيموثيرابي يقدروا يحطوا العلاج اللي هو النوع ده، يقدروا يحقنوا الخلايا جوه الجسم، مش يحقنوا الخلايا جوه الجسم، يدي ماده تثبط نشاط النمو السرطاني، البروتين ده البروتين ده تثبط نشاطه، تمسك فيه توقفه، ما استعمله ونقول نيوتراليزيشن، تحجم الاكتيفيتي بتاعته. اسالك بالبلدي، اتفضلي، يعني ما توصلتي اليه من ابحاث يساعد على الاكتشاف المبكر للسرطان، ولا سرطان الثدي، ولا يساعد على العلاج الاكثر فاعليه للي يكتشف عنده المرض ولا الاثنين؟ ماشيين في تو لاينز او المعمل ليه تو لاينز، تو بارل لاينز مع بعض. اول حاجه احنا بنعمل تشخيص للبيئه السرطانيه بتاعه المرضى العيانين المصريين، وبنشوف ايه هي الهايلي اكتيف مولكيولز، ايه هي الحاجات العاليه والجينات اللي ممكن يكون فيها اي طفرات. فده جزء، فالجزء ده لو قدرنا ان احنا نوصل ده بعد عدد معين من العينات، ما اقدرش انا اقول وصلت لان انا لسه بحث علمي وانا مش طبيبه برضو، الحاجات دي كلها محتاجه ريكومنديشنز عاليه. اقدر اقول ان والله العناصر دي زياده في المصريين نتيجه او باخرى، ده لو يعني على حسب النتائج. ده جزء شغالين فيه مجموعه من الطلبه ابحاثهم. الجزء الثاني اللي هي نماذج صراعه الانسجه، دي شغالين فيها طلبه ثانيه ازاي نقدر نستخدم النماذج دي لاستهداف الخلايا النشطه علاجيا. فهم دول تو بارل لاينز ماشيين مع بعض، متابعهم هما الاثنين. الحمد لله الطلبه مسجلين عليها، وفي مشاريع واخدين تمويلها من وزاره البحث العلمي ومن اكاديميه البحث العلمي ومن الحمد لله ان البحث العلمي طلع حاجه يعني. لا انا واخده مشروعين من صندوق العلوم والتكنولوجيا واسطه، والله من غير واسطه. دكتوره منى انت ليكي واسطه؟ لا والله ده انا حتى لسه مش عايزه اتكلم، بس انما واخده مشروعين من سنه كام؟ الحمد لله والله من 2008 اول ما جيت قدمت على مشروعين، والمشروعين اللي قدمتهم اتقبلوا الحمد لله في صندوق العلوم والتكنولوجيا، بس التمويل واقف. بس الحمد لله ان شاء الله كل حاجه تمشي. انت هتسمعي يعني هم واقفين التمويل بس انا معايا مشروع، هم عملوا لك مشروعين يعني خلينا يعني الحمد لله. دكتوره منى في تصور انه حضرتك بتقوليه ده شغل الدكاتره، يعني البحث عن العلاجات والاكتشاف المبكر للمرض وكذا، دي كليات الطب بتوع العلوم مالهم. لا انا هقول لحضرتك حاجه، لو ما كانش في بحث علمي ما كانش هيبقى في علاج. علوم لازم تبقى متصله مع الطب، وهي دي الحاجه اللي احنا بنفتقدها هنا. انا اول ما اشتغلت في امريكا كنت بقعد انا ومعايا الطبيب ومعايا البريست كانسر سرفايفرز اللي ناجيين من السرطان الثدي، يعني العيانه بتقعد معانا، بتوع الميديكال انكولوجي العلاج بيقعدوا معانا، الجراحين بيقعدوا معانا، وبنقدر كلنا نحط الفكره بتاعتنا هنعمل ايه. في بروتوكولات ماشيه بره مختلفه تماما عن البروتوكولات اللي ماشيه هنا. انا ما اقدرش اتدخل في الجزئيه دي عشان انا مش طبيبه ومش بتاعه ميديكال انكولوجي، بس انا بره قعدت معاهم وفاهمه كويس قوي الجزئيه. مثلا امتى يقرر لو حجم تيومر صغير مثلا ولقى ان في نوع من حاجه اسمها بروتيولاتيك انزيم عالي، يدي كيموثيرابي ولا ما يديش، بيعتمد على حاجات تانية. كنت حضرتك بتشتركي في ده معاهم؟ كنا بنشترك معاهم لان ده كان لازم، دي كانت شغلتنا هناك. بقول لحضرتك ده كانت البرنامج ده يعني المعمل الحمد لله اللي انا كنت فيه كان من اكبر المعامل اللي ليها ابحاث على مستوى امريكا كله في ابحاث سرطان الثدي، يعني هي اللي انا كنت بشتغل معاها من اول الناس اللي ابتدوا زراعه الانسجه والثري دايمنشن موديل، وعامله شكل بالظبط يعني زي شكل الثدي، عاملاه يعني نسيج متكامل وبيشتغلوا عليه. طيب دكتوره عزه حضرتك شايفه دكتوره منى مصطفى وعزه مصطفى دي زميلتنا دكتوره منى مصطفى، حضرتك شايفه ان الطلبه دايما بيفروا من كليات العلوم وكده، ايه الاسباب؟ ليهم حق يعني، بس دلوقتي مش يعني دلوقتي احسن بكتير من زمان. يعني اول حاجه كانوا بيفروا وقت مثلا انا كنت في كليه العلوم، اصحابي كانوا في السياسه وكليات ثانيه، يعني مش عايزه اقول كليه بعينها يعني. علوم مرهقه جدا، المعامل عندنا بتوصل ساعات ل7 و10 ساعات، بتبقي واقفه على رجلك، لازم تخلصي نتائج، تكتبي التجارب، بتبقي مبهدله، بتوقعي على نفسك بقى الكيماويات وهدومك يعني بتوع علوم كده بتشاوري عليهم برضه. كلية العمليه دايما كليه العمليه برضه صعبه، ما الدكاتره برضه بيتعبوا. الحاجه الثانيه لما بتتخرجي بقى هتشتغلي ايه، فدايما كانوا يقولوا لي انت هتشتغلي ايه في علوم، هتشتغلي يا اما مدرسه ثانوي يا اما مدرسه اعدادي، وكمان مش هيرضوا بيكي علشان ما عندكيش مواد تربويه يعني كمان دي احباط من اولها، يا اما تروحي تشتغلي في معمل تحاليل فني تلم لهم يعني. فهم مش مفهوم كلمه. طيب يعني دكتوره منى معانا الدكتوره ناديه زخاري وزيره البحث العلمي على التليفون. الو سعاده الوزيره، مساء الخير. مساء النور، ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله تمام. ايه راي حضرتك في الدكتوره منى مصطفى والجائزه؟ أنا فخورة بيها جدا، أنا عارفاها من 15 سنة الحقيقة، يعني مكافحة بتقابل مشاكل بتقاومها، وبعدين أنا سمعت إن أنتوا بتقولوا إنها غير معروفة، لا هي معروفة جدا من خلال الأبحاث بتاعتها اللي هي لا وسط العلماء. هي دكتور نادية إحنا بنقول غير معروفة إعلاميا، التقصير من عندنا إحنا إعلاميا، ولو بصينا لأي عالم وأي باحث فهو غير معروف غير في وسط العلماء. ده غلط برضه، لازم يبقى معروف وسط العلماء وإعلاميا لأنهم قدوة لمصر، فطبعا ده تقصير. حضرتك إحنا النهارده بنلقي الضوء على العلماء المصريين مشرفين سعداء بتليفون حضرتك، وعايزين نعرف يعني في كتير طبعا ما شاء الله يعني بدأوا حياتهم زي دكتورة منى، ولكن ايه المعايير اللي اخترتوا على اساسها ال10 اللي يطلعوا بره ويعملوا الابحاث دي؟ هي طبعا بتتوقف على ان هي اساسا كانت حاطه بروتوكول الحقيقه من فتره، انا بقول لحضرتك من 15 سنه تقريبا، وكان ليا شرف ان انا اعمل لها ريكومنديشن. كويس. هي قابلت مشاكل كتير جدا واجهتها، نشرها العلمي كمان بيديها الاولويه للاختيار كباحثه وكعالمه على مستوى العالم، ان البحث بتاعها ابليكابل يعني يمكن تطبيقه. وبالمناسبه انا بحييها جدا لسبب ان هي لما اكتشفت حاجه ما حاولتش تجربها على البني ادمين، لكن انا سامعاها بتقول كذا مره انا مش طبيبه علشان اجربها، يعني هي خدت المراحل الاولانيه اللي هي تشتغلها على التيشو كالتشر او على الانسجه اللي هي شبيهه بالثدي، وبعد كده فريق بحثي اخر بما فيهم هي هيبتدوا يطبقوه انهم يدرسوه بعد كده. دكتوره ناديه، احنا عندنا مشاكل في البحث العلمي، يعني احنا مش البحث العلمي او وزاره البحث العلمي مش الوزاره، انا مش بتكلم على وقت حضرتك دلوقتي لكن عموما مش الوزاره اللي بتقف في ظهر العلماء المصريين. طفشت كتير جدا من العلماء المصريين لان الشباب والعالم المصري مش لاقي حد يقف في ظهره علشان يعمل له البحث بتاعه. لا طفشت، بمعنى ان في 39% من العلماء منه ما بين امريكا وما بين كندا، فانا هستعمل، انا اسفه طبعا بستعمل كلمه طفشت لان خساره. لا هو احنا ما نقولش ان الوزاره هي اللي طفشت، يعني اي مجتمع او اي فرد في المجتمع سواء مهندس طبيب عامل زارع اللي بينقل الاسمنت على كتفه، الناس دي كلها حاولت تسافر علشان تشوف اكل عيشها زي ما بيقولوا بالظبط، يبقى مش فقط العلماء وما كانش دور الوزاره انها تطفش او ما كانش تقصير من الوزاره انها تطفش. لا دكتوره ناديه معلش اديني فرصه اتفضلي. بعض الباحثين بيجي يقول لك انا عايز اعمل براءه اختراع، طيب البراءه الاختراع دي على مستوى العالم بتاخد حوالي 2.5 أو 3 سنين، بيعتبر ان ده تقصير من الوزاره ويطلع يشتكي. لا دي حاجه دوليه وعالميه، غيره ما يجيش الوزاره خالص ويروح بره، وبره يلتقفوه وبعدين يجي يقول مصر ما عملتليش حاجه. طب انت كان اولى بدل ما تسافر بره كنت تعالى الوزاره اللي هي في بلدك، هتاخد بينها وبين بيتك نص ساعه وتعالى قدم شغلك، لكن هم بيفضلوا يسافروا بره. يبقى اذا التقصير مش كله من الوزاره، في جزء مش من كله الوزاره، لكن في جزء من ثقافه عامه ان كل واحد عايز يعني بيحط شماعه يرمي عليها انه ما وصلش، غيره يجي بالبحث ناقص ويقول انا قدمته وما خدتش البراءه. طب انت عايزه ازاي ياخد براءه وانت جايبه ناقص؟ يقول اصل انا خايف يتسرق. دكتورة نادية الموضوع طبعا كبير جدا معالي الوزيرة، وعايز حضرتك تنورينا هنا ونفتح هذا الملف ان شاء الله. احنا عارفين ان انتوا بتساندوا من 2008 ساندتوا دكتورة منى، ونشوف المشكلات اللي بتتعرضوا لها، يمكن في ميزانيات في مشاكل تانية احنا ما نعرفهاش. نتمنى حضرتك تشرفينا ان شاء الله في الستات ان شاء الله باذن الله. شكرا يا فندم على التليفون يا فندم. ايه انت ساكته ليه يا دكتورة؟ لا انا افتكرت يعني دكتورة نادية من الناس اللي بعزها جدا من اول ما كانت الهيد او رئيسه قسم التيومر بيولوجي في معهد الاورام، وقبل ما اسافر امريكا انا رحت لها وقعدت معاها وقعدنا اتكلمنا هنعمل ايه، وانا في امريكا يعني قلت لها نتقدم في مشروع، وكانت من الناس السبورتيف جدا وقدمنا المشروع بس ما تمولش من الجامعه، بس الحمد لله تمول بعد كده. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا، فالحمد لله يعني بعد كده خدت التمويل بتاعه. بس هي من الناس الفيري سبورتيف ومن العلماء بصراحه. انا لسه امبارح شايفه النشر بتاعها، يعني ليها كام بحث حلوين في اليومين. دكتوره منى ايه اللي خلاكي ترجعي من امريكا، وايه اللي خلى اللي ما رجعوش؟ أنا كنت ناوية أرجع، أنا من أول ما رحت وأنا في بالي إن أنا رايحة فترة قليلة 2 سنين وهرجع، وهم احترموا الرغبة دي جدا وكانوا عايزين أستمر معاهم وأكمل معاهم. قالوا قلت لهم لا أنا هرجع وكمان هتمولوني في مصر. فيعني فالحمد لله هم احترموا دي. اللي خلاني رجعت ما كانش هدفي إن أنا أروح وإن أنا أستمر هناك في أمريكا. ما أهوتكيش الهجرة والتألق العلمي والإمكانيات والمعامل أكيد يعني أهوتني الحاجات دي كلها. بس أنا هقول لحضرتك حاجة، اللي أهواني أكتر أنا اعمل ايه وازاي هبقى برودكتيف في المجتمع بتاعي، ازاي هبقى انسانه منتجه، وهو ده اللي انا بحاول اقوله لاولادي واقوله للطلبه بتوعي. انا بالنسبه لي كبيره عندي قوي هو اسلام اتكلم هنا، طالب من الطلبه بتوعي يسافر امريكا. الحمد لله انا عندي المعمل بحاول اصفرهم مؤتمرات او كلهم واحد ورا الثاني. اسلام قعد 5 اسابيع في امريكا، فبقول له انت حسيت بايه؟ قال لي انا ما انبهرتش، اللي بنعمله هناك بنعمله هنا، بس زياده الامكانيات وزياده الفاسيلتيز. الماده الكيماويه انا بطلبها في امريكا بتجيلي ثاني يوم الصبح بتبقى على البنش بتاعي بشتغل. فلو حضرتك عندك انتاج برودكتيفيتي وكرييشن او عندك هتقدري تشتغلي وتنتجي. المشكله هنا ده مش موجود للاسف في مصر. طب اللي قعدوا بقى قعدوا ليه؟ تصوري الحياه اسهل، التقييم، الامكانيات والامكانيات، الفلوس طبعا. انا برضه اقول لحضرتك يعني في مشاريع مثلا عضو هيئه التدريس بس يعني التمويل لو ما عرفش يجيب مشروع مرتباته قليله جدا هنا في مصر. في امريكا بتعتمد على المشاريع، يعني انا في امريكا لو ما جبتش مشروع هيرفدوني، هيقولوا لي مع السلامه. تمام. فالحاجات دي كلها يمكن كمان السبب الرئيسي وهنجي له في الاخر. ايه ومريم هنعرف بناتي طبعا اللي هم مش عايزين بالظبط. بس معانا تليفون دلوقتي، معانا فاتن. مساء الخير يا فاتن. مدام فاتن ازيك يا مدام منى؟ اهلا وسهلا بيكي. اولا ادعي لي لان انا يعني بعاني من سرطان الثدي. شفاك الله وعافاك. اللهم امين يا رب. وحصل لي انتشار بعد كده في العظام، بس عارفه انا كنت عامله زي حصان السبق اللي بيجري في الدنيا بمنتهى النشاط والقوه، وبعدين الحمد لله وبعافى. ان شاء الله ان شاء الله عليكي. وبعدين انا بدعي لها قوي، قولي لها ان في مليون واحده زيي بيتعلقوا بيها وبالامل ان هم يعيشوا. I want to live. انا عايزه قولي اتفضلي دكتوره منى معاكي وقولي لها كلام. يعني خليكي احنا في كتير قوي بيترجوا منك الرجا انك تبقي عندك ضمير، لان انا اتعاملت مع العالم السفلي للاطباء والاورام والكل البهدله وكل قله الضمير، واحنا بالنسبه لاي حد بنبقى عباره عن فلوس، بزنس، شغل، ما احناش ارواح. فاتن انا عايزه اقول لك حاجه، انا بحييكي، بحيي شجاعتك، بحيي صبرك، بحيي ايمانك. وبعدين انا عندي امل انها تلاقي له علاج عشان أكيد. عندي بنتين وانا عارفه ان بتبقى الموضوع ده فيه نوع من الوراثه. يا فاتن انت شايفه دموع الدكتوره منى وانت بتتكلمي؟ ايوه. دكتوره منى يعني من كتر كلامك انت بتعيطي ليه يا دكتوره؟ اصل المرض اللهم احفظنا، يعني انا فاهمه اللي حضرتك بتقوليه وفاهمه يعني ايه واحده تحط ايدها على صدرها وتلاقي حاجه مكلكعه وقد ايه الست بتبقى مخضوضه. وشفتهم في امريكا قد ايه برضه، لان احنا كنا بنقعد مع العيانين. بس انا هقول لحضرتك حاجه، انا كان في واحده هناك بتشتغل معانا بتعمل لنا فند امريكيه وكانت حالتها زي حاله حضرتك. فلما بقول لها يو هاف تو ريست كانت بتقول لي كلمه ظريفه قوي، تقول لي اي ام بيزي تو داي. يعني قد ايه كانت بتدينا، كنت بتكسف من نفسي يعني. الخلق ده وايه بالظبط لما هي فيها كل ده وبتنزل تعمل سبورت وتجيب لنا فند وتطلب لنا ان احنا نجيب فلوس، وفي نفس الوقت انا اجي عايزه اريح بقى، انا تعبت النهارده، لا التجربه بقى ناجلها. كنت بتكسف لما الاقيها هي تقول لي الكلمه دي. تكون كده فاتن، تكوني انت يعني ما شاء الله معنوياتك الجميله. ربنا عز وجل هو المعين. بس عذاب الكيماوي والالام بتاعته، وانه يوقع الشعر الناعم الطويل، وانه يخلي الواحد بعد ما كان وشه في نوع من الحمره مثلا يلاقيه اصفر صفار الموتى. كل ده انا الحمد لله ما شاء الله يعني يا فاتن. بس الحمد لله رب العالمين بقدر اقف برضو اخدم ولادي. طبعا يا حبيبتي ربنا يديك الصحه وكل ما تفتكر الاجر العظيم بتاع المرض ده يعني. بنشكرك يا فاتن. ناخد ام يوسف. اهلا وسهلا ام يوسف، اتفضلي. ام يوسف؟ مفيش ام يوسف. اوكي. أنا كنت عايزة أسأل سؤال، هل في فعلا عوامل البيئة بتساهم في الإصابة؟ طبعا. وبتساهم في إن إحنا نخف؟ طب ممكن أفهم إيه دخل عوامل البيئة في الإصابة؟ أنا هقول لحضرتك حاجة، أولا أنا بتكلم من خبرتي أنا، وما أوتيته من العلم إلا قليلا. فبرضو أنا مهما كان اللي أنا بتكلم عنه في حاجات كتير تاني ممكن أنا أكون مست أو مفتقداها ما أقدرش أوصلها. بالنسبة للبيئة حضرتك شوفي البنات اللي بقوا بيشربوا سجاير والشيشة واللايف ستايل، تغير الحياة، أسلوب الحياة، الاسترس بتاع الحياة ده بيأثر في الهرمونات، ده بيخلي هرمونات عندك تبقى أكتف. الهرمونات برضو لما بتزيد بتأثر على انقسام الخلايا وعلى انتشارها. التعرض بقى لكل التلوثات اللي حوالينا، شوفي حضرتك مش بس سرطان الثدي، الكولون كانسر، سرطان القولون، البنكرياس، زادوا قوي في مصر. واحنا عندنا يعني نسبه القولون في مصر زادوا جدا. ما هو ده برضو من الاكل ومن الحاجات التلوثات اللي بتتاخد والحاجات دي. ورغم ده كله ارجع اقول لحضرتك الحمد لله بالنسبه لسرطان الثدي مصر مش زي مثلا امريكا. امريكا في كل 8 في الدقيقه من كل 8 سيدات واحده بتشخص سرطان ثدي. طيب. فعشان كده هم مهتمين جدا بتمويل الشغل هناك والابحاث بتاعه سرطان الثدي. هنطلع فاصل ونرجع نكمل مناقشه مع الدكتوره منى حوالين سرطان الثدي في مصر ومدى انتشاره. فاصل. رجعنا مع ضيفتنا العالمة المصرية الدكتورة منى مصطفى، وهنبدأ حديثنا في موضوع سرطان الثدي. سرطان الثدي أنا كده من 4-5 أشهر لقيت بنوتة صغنططة عندها حاجة و20 سنة مش متجوزة، فجأة بقى عندهم في بيتهم مأساة اسمها إن البنت جالها سرطان في صدرها. كنا زمان متصورين إن الستات المتجوزة بس أو الكبار بس أو الكشف يعني إمتى بيبدأ سرطان الثدي أو المفروض نتعرف عليه أو نكشف أو ندور عليه؟ حكايه السن الصغير دي انا عشان شغاله مع دكاتره ويعني الجراح دكتور محمد الشناوي، باثولوجيست دكتور اكرم نوح ده في معهد الاورام، هم لفتوا نظري جامد جدا لانها ابتدت تزيد قوي في السن الصغير اللي اقل من 30 سنه. وابتدينا فعلا احنا طبعا ناخد موافقه لجنه اخلاقيات وبنسال المرضى مستعدين ان احنا نعمل مثلا النسيج بتاعكم ان احنا ناخده نحلل فيه اي حاجه، فبيوافقوا متعاونين جدا. وفي ناس بيجيبوا لنا بلوكاتهم لغايه المعمل ويقولوا عايزين نطمن على نفسنا. فالسن الصغير دي ابتدت تزيد في مصر، ده غير بره في امريكا. في امريكا الخطر بيبقى فوق سن ال50، في مصر اللي يعدي ال50 بينفد. يعني ده بالنسبه للبريست كانسر. صحيح في احصائيه بتقول ان اللي تتجوز قبل ال25 بتبقى هي في حاجات كتيره، عوامل كتيره ما تقدريش حضرتك تتدخلي فيها يعني. بس احنا الجيل بتاعنا اللي هو الجيل اللي هو دلوقتي يعني الجيل بتاع 20 سنه اللي فاتوا اتعرضنا لحاجه اثرت في البيولوجيا بتاعت الجسم بتاعنا. ايه اتعرضنا لايه؟ لا دي انا ما اقدرش اقولها، انا ما اعرفش كانت ايه. ما هي دي كلها اذا اللي هو قريب من سننا وداخل على 40 او حاليا في ال40 لازم ياخد باله ان هو يعمل كشف. بالظبط الكشف المبكر. طبعا انا مش طبيبه والناس اكيد انتوا استقبلتوا الناس المتخصصه في الجزء ده. اهم حاجه الكشف المبكر، المتابعه، ويعني والايمان بالله انها ان شاء الله يعني حتى لو لا قدر الله حد عنده حاجه ان الاكتشاف الاول بس انا عايزه اقف تاني عند حكايه ده جزء مهم. الناس تقول لك خليها على الله ونعمه بالله. عند حكايه البنات الصغيره دي معلش يعني، لانه انا النهارده لما حضرتك تقولي ان ابتدينا نلاحظ انه انتشار سرطان الثدي في البنات اقل من سن 30 سنه ده يبقى علينا واجب. مش انتشار، هو في حالات يعني انا اقول علينا واجب اجتماعي. مش انا اللي بقول، الدكاتره ومن احصائيات عندهم. ايه الاسباب يا بتوع باثولوجي او لا دي انا ما اعرفهاش. لا انا بقول لحضرتك احنا اتعرضنا اكيد طبعا البوليوشن يشربوا سجاير والحاجات دي كلها والستريس بتاع الحياه اللايف ستايل والحاله النفسيه طبعا بتاثر جامد. الاسباب احنا مش عارفينها بالظبط، لكن نقدر نقول لهم او نقول للناس اللي بتتفرج علينا نعمل ايه عشان نكتشف بالنسبه للبنات الصغيره. البنات الصغيره الفحص الذاتي وبتروح للدكتور بيفحصها، هي ما بتتعرضش للماموجرافي اللي هو جهاز الاكس راي اللي اعتقد برضو اللي يقول الكلام ده طبيب في سن في الثلاثينات. هي قبل ال30 ما بتتعرضش للماموجرافي، بيبقى الترا ساوند وبيبقى فحص ذاتي. هي بتتعلم ازاي تفحص صدرها، ودي حاجه على فكره مهمه جدا واحنا ما بنعلمهاش لاولادنا. دي موجوده على الويب سايتس يعني الدكتور شعلان الجمعيه المصريه لسرطان الثدي دي معلن عنها، وكل الجماعه طبعا في حلقه كلهم بيعلنوا عنها وبيعلموهم وبيعملوا ندوات يعلموا ازاي تفحص صدرها وموجوده على النت. وده مهم جدا. كان ده بيتعمل معانا مع السن الكبير. البنات الصغيره عمرها ما كانت بتفكر مع البنات. بس انا هقول لحضرتك حاجه. انا افتكر ان مره واحده كانت بتحكي لي بتقول لي ان سيده مش متعلمه لقيت بنتها بتفحص صدرها، زعقت لها قلت لها انت بتعملي ايه؟ اياك الاقيكي بتيجي يعني. وده بيأكد ان الحاله فلسه الفكره برضو ان مش مفهوم. انما دي ده دلوقتي بيقضوها في كل حاجه يعني، ده حتى نازله بالعربي. هل يا دكتور معلش الكلكيعه اللي بتبقى موجوده في الصدر بتبقى متلاحظه جدا، بتبقى باينه جدا. حضرتك اول واحده تكتشفيها 90 في الاول الست اول واحده تكتشف اي تغير في صدرها. اصل دي ده طبيعه الجسم، هي المفروض تبقى يعني فعلا عندنا القدره في ان احنا نقدر نحدد لو احنا فحصنا او ضغطنا نقدر نحدد ده اكيد يعني. دي بقى عن تجربه مثلا. ايوه الحاجه الثانيه برضو المشكله ان احنا مش كلنا متعلمين، فللأسف أنا بشوف حالات بتبقى تدهورت جدا لما الجراح يوريني الصور أنا بتخض. أنا في الأول كنت لما لازم باخد موافقة مريض إن أنا وقت العملية هاخد جزء من النسيج بتاعه، فكون بمضي على حاجة اسمها كونسنت فورم. في الأول كنت ببقى ان كونتاكت مع العيانين. أنا اكتئبت. في ناس بتسيب نفسها بتتدهور جامد جدا لما يجي مثلا الجراح يوريني صورة الثدي أو صورة الورم، مش عايزة أقول لك، لدرجة سمعت تعليق بيقول لي ده بيطلع على الهدوم. يعني شوفي حضرتك يعني مش ممكن كده. ده سبب مهم، حضرتك حطيت ايدك على حاجه مهمه، الاميه في مجتمعاتنا المنتشره. احنا متعلمين او يعني في ناس بتبقى عندها اهتمام وفي ناس بتبقى مش واخده بالها، تقول لك ما هو هيروح. طيب ده التهاب يا دكتور. يعني انا عايزه اخاطب الناس في البيوت واقول الاتي، حضرتك صوبيني، انه الكشف الدوري ده شيء مهم، الكشف الذاتي. الام لازم تسيب بنتها تتعلم وهي تتعلم ازاي تكشف ذاتي. يعني قولي لهم نصيحه هو طبعا عشان ما نرجعش نقول يا ريت اللي جرى مكان. بعد انتهاء الدوره الشهريه في رابع يوم او خامس يوم لازم بتفحص نفسها، يعني ودي موجوده لو دخلت على المؤسسه المصريه لسرطان الثدي دكتور شعلان حاططها، ده حاططها اونلاين، ده بيعلمها للناس كلها. فيها يعني موجوده في كذا حته مش بس عند دكتور شعلان. مع هل في ويب سايت معين ممكن عشان يعني لو دخلت لو جوجل اي حد على الكمبيوتر؟ بس تخيلي حضرتك في طلبه في الجامعه في كليه العلوم تقول لي اصل مش عايزين يجيبوا لي كمبيوتر او ما عندهاش. ما بنتكلمش على اللي معاه جوجل، بنتكلم على اللي بتتفرج علينا عمرها ما تعرف الانترنت. ام محمد اللي قاعده في اي قريه، ام محمد تحط ايدها على صدرها. أيوة. ولو حست باي تغير او اي حاجه مكلكعه تروح لاقرب دكتوره تفحصها او دكتور. بس ناخد تليفون معانا. ام وليد من الكويت. الو الو، ام وليد من الكويت. الو، يبدو ان احنا اتاخرنا عليها. معانا ام يوسف. اهلا وسهلا ام يوسف. ام يوسف طيب اوكي. طيب يعني وصلنا برضو للحاله الكشف الذاتي او الكشف الذاتي، بس ده مش كفايه. يعني ما نقول انها تكشف كده، لازم دورات يا جماعه عشان تتعلم فيها الست الاميه دي ازاي تكشف. اعتقد في يعني في كذا حاجه بينزلوا الجامعات. في طلبه عندي انا، في طالبه عاملين زي كامبينز كده، بينزلوا هم الجامعه حملات بيعلموا طريقه فحص. وهي كليه زراعه، نرمين كليه زراعه بايوتكنولوجي. لا دي بتنزل منصوره، بتنزل كل حاجه الجامعات والمحافظات. لا في طب استاذه حضرتك معانا دكتوره اماني. مساء الخير دكتوره اماني. مساء الخير، احنا بنتاخر شويه التليفون، معلش سامحونا. دكتوره اماني مساء الخير. دكتوره اماني، هو في حاجه غلط في الخط النهارده. في ناس كتير عقبال ما اماني تيجي، في ناس كتيره جدا بيخافوا ان هم يكتشفوا يعني عندهم مشاكل في الثدي، لان مرتبط مشكله الثدي بان هو استئصال الثدي، وده رعبه ناس كتيره جدا. والبنات الصغيره اللي ما اتجوزتش بالذات بقى بتبقى مأساة. تقولي لهم يعني ايه؟ تقولي لهم ان في امل. لا مش ان انا اكتشف بس تقولي لهم ان في امل مع الابحاث اللي انت بتعمليها، انه ممكن في يوم من الايام يجي ان احنا يكتشف ان في سرطان في الثدي ولكن ممكن يتعالج. هو دلوقتي حاليا في كونسرفتيف سيرجري اللي هو ما بيشيلش الثدي كله، بيشيل الورم بس، ده على حسب تشخيص الطبيب طبعا. يعني طبعا. هو اللي بيحدد. في ناس انا اعرف حد من عيلتي لا جالهم يعني وتشال. وفي ناس انا هقول لحضرتك حاجه، في ناس في امريكا مجرد ما عند اي حد في عيلتها بتطلب ان تشيلوا الاثنين. هي بتطلب صح وقايه، ساعات بيشيلوا حضرتك وقايه، بيشيلوا الاثنين. يعني لو عندها اللي هي بريست كانسر جينز براكا ميوتيشن بتقول شيل الاثنين، يعني شيل الثدي علشان يعني كنوع من انواع الوقايه. تكتشف في حاجه مبكره في العيله من غير ما تكتشف. سؤال شخصي بقى دكتور منى، لو حصل ان في عيله تبقى الخاله، الام والخاله الثلاث خالات جالهم سرطان، هل ده معناه ان بناتهم يكونوا معرضين للاصابه بالسرطان؟ ده اكيد بيبقوا هاي ريسك. نسبة احتمال عالية. وفي جينات متخصصة في الجزئية دي اللي هي بريست كانسر جينز. يعني لازم يكون موجود عندهم الجين ده. مش لازم، ما فيش حاجة، وممكن تكون موجودة وما يحصل لهمش، لأن هي بيولوجيا الجسم بتتغير. يعني عارف حضرتك البيولوجيا بتاعت الخلايا ممكن الجين يكون موجود فيه طفرة، فيه ميوتيشن، بس ما ابتداش يشتغل إنه يحولها إلى خلية سرطانية عمالة تنقسم بسرعة وتنتشر وتجري على النسيج اللي جنبها وتجري في الجسم. مش معقولة عشان حد في العيلة كده نجري بقى الناس كلها. بس لازم دول بالذات لازم ده لازم يبقى فيه اهتمام بيهم. بيعملوا أعتقد الماموجرافي بيعملوه بدري في الثلاثينات، سن 35. يعني بيعملوه بدري عن السن، بدري 5 سنين او اكتر عن السن اللي المفروض بيتعمل فيه، وبيبقى فيه هم يعني لازم يتابعوا بقى ان العيله كلها يبقى هم كده هاي ريسك، ممكن يتعرضوا للمرض ده. طيب معانا الحاجه عايده على التليفون. الو. ايوه مساء الخير. اهلا وسهلا يا حاجه، مساء النور. والله انا بحبكم جدا جدا جدا، فضل ربنا. كل المواضيع اللي بتجتازوها مواضيع مهمه للغايه. بشكرك بقى. اتفضلي حضرتك. لو سمحتي انا هقول لك تجربه شخصيه اتفضلي حصلت لي. ان انا وانا مثلا في الخمسينات، انا دلوقتي فوق ال60 ما شاء الله ربنا، فبعد ال50 بحوالي 4 سنين حسيت ان في كلكعه في صدري كده، فروحت للدكتور فقال لي بكره الصبح تكوني عندي وهيجرى عمليه فورا. قلت له ليه يا دكتور مفيش تحاليل ولا اشعاعات الاول ولا حاجه؟ قال لي لا 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 هي باينه خالص، مش عايزه صدرك في ايه؟ والله والله قال لي كده، انت عايزه صدرك في ايه؟ عايزه صدرك في ايه؟ على اساس ان هو حكم عليك انك انت عديتي السن الكبيره بقى يعني. يا مفيده، بس انا بصراحه حصل لي ستريس جامد طبعا طبعا، وبعدين رحت قايله له كلام بايخ 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 يستاهل جدا جدا جدا. وبعدين في دكتور صغير جدا في البيت اللي جنبي، فرحت له قال لي انت ليه عملتي؟ رحتي لدكتور جراح، انت روحي اعملي الاول اشعه ميموجرام او موجات فوق الصوتيه واعملي تحاليل كذا وكذا. فرحت من كتر خوفي، اصل ربنا ما يوري حد الموقف ده. اللهم امين. انا ما كنتش بنام طبعا طبعا. لما عملت التحاليل والاشعه طلع ايه بقى يا حاجه عايده؟ مفيش حاجه ابدا غير انها كوره او كلكيعه ميه. الحمد لله. حضرتك رحتي يعني الجزار مش جراح؟ لو خدتي حبايتين من اللي بينزلوا الميه هتبقى الجزار. انا يعني مش قادره اقول لك انا قلت له ايه. طب تخيلي بقى لو كنت سمعتي كلامه وهو بيقول لك انت محتاجه صدرك في ايه، كنت يعني تخيلي لو كنت سمعتي كلام الدكتور ده. في دكتور يقول لواحده كده غير ما يقول لي الكلمه دي كنت استجبت. ده من نعم ربنا يا حاجه عايده انه غلط معاكي الغلطه دي عشان تسيبيه وتمشي. الحمد لله. لا لا ده انا حتى الناس بره العياده سمعوني وكده، قلت له انا اسفه اللي جيت لك، انا اسفه. صح نشكر حضرتك يا حاجه عايده ربنا يخليكي. يعني هنا كانت لازم تروح لحد قبل ما يستأذن. هو ما فيش دكتور بيقرر انه يشيل الصدر غير لما يعمل اشعاعات وياخد عينه برضو من التيومر. هو الظاهر يعني ايه حب يخفف ما عليها، فبيقول لها هو انت محتاجاه في ايه؟ يعني ما حضرتك خفف ايه بس ده؟ لا انا بقول لك مش يعني والله. وهي دي برضو هي دي يمكن برضو مشكله في الكالتشر، ان الجراحين برضو انا برضو مش عايزه عشان اعرف اكمل شغلي يعني مش عايزه اتعممي يا دكتور. يعني ان في امريكا المعامله غير، ان في امريكا بيهمها انها تبقى لابسه صدرها مفتوح وحاسه، فعلى طول مجرد ما بتخلص العمليه بتدخل في ريكونستراكشن والتجميل ومش عارفه ايه، فتبصي تلاقيها يعني واقفه تقول لك اصل انا عملت مش عارفه ايه وعملت ايه. بس بيدوكي استشاره امينه بالظبط يعني. فهي دي برضه بصي هو قالوا لك ايه الدكتور بتقول لك ايه؟ بتقول لك في امريكا هم ما بيدوهاش لحظه تفكير ايه اللي هيحصل بعد ما استأصل، لا ده هو بيدخلها بيتزرع وبنعملها بس بيعرفها كل حاجه، تبقى المريضه بتبقى فاهمه كل حاجه. انا عايزه جراحه اصلا يعني تضحكي والله. يعني معانا تليفون. استاذه فاتن مساء الخير. مساء النور. السلام عليكم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا حضرتك. بس انا عايزه اقول تجربتي برضو في الموضوع ده. اتفضلي يا فندم. يعني انا بس برضو بنصح كل واحده ان لازم فعلا الكشف المبكر. انا كشفت الكشف المبكر من اول يوم اكتشفته، كنت بعمل كشف دوري على طول بصراحه من الاعلانات التلفزيون لما كانوا بيعلنوا عن الموضوع ده. ازاي اكتشفتي؟ الكشف العادي اللي هو بعد الخامس يوم البريود وبالايد يعني. ايوه. اكتشفت كلكيعه كان في 5 اليوم، وفعلا رحت دكتوره النساء وقالت لي تعملي اشاعات وكده عليها، وعملت الاشاعه وبينت الدكتوره ما عرفتش ده ايه، ورم ولا مش ورم. حضرتك يعني تجربتي انا في الوقت ده رحت لتوقيت جراحه اورام، وقال لي من غير اشعه يعني اول ما شاف الاشعه قال لي نفتح ونشوف ده ورم خبيث او حسين. انا بس بنصح كل واحده ان انا هربت وخفت، هربت لمده 2 شهر. هربت ان انا اعمل العمليه، وقال لي طبعا ما كانش هيتكسر الصدر كله، كان جزء بس. وده طبعا بعد كده اتطورت الحاله، وصل الغده الليمفاويه اللي تحت الباط، عشان سكت حوالي 3 شهور. عشان يعني اتأخرت. تنصحي اي واحده ما تاخرش وما تهربش وتخاف وتواجه الموضوع. اول يعني تغير سوري في الحلمه بس بتعرف وتجري، لان برضو كان بدايتها تغير في الحلمه. وطبعا انا اتعالجت بعد كده غلط، يعني انا لغايه دلوقتي بتعالج غلط، يعني من الاول ربنا يبارك فيك يا رب. فيعني انا فعلا بشكر الدكتوره، انا بتمنى من قلبي ان فعلا نلاقي علاج للمرض ده ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. بنشكرك استاذه فاتن. ناخد مدام وفاء. اهلا وسهلا، اتفضلي مدام وفاء. طيب يعني 2 شهرين تاخر. هو حضرتك لاحظتي حاجه؟ هي قالت حاجتين، قالت برافو عليكي تغير في الحلمه وحست بكلكيعه. فالشكل بتاع كل واحد عارف طبيعه جسمه وشكل جسمه. لما بيبقى عندنا انتفاخ بنبقى عارفين، يقول لك انا بطني منفوخه مثلا. فكله فدي حاجات مهمه جدا. لو لفظ تغير في الحلمه، هل اللون بيتغير؟ بيحصل الاحساس اللون بيتغير، بينزل منها سكريشنز، ممكن ينزل منها دم. برضو انا مش طبيبه على حد ما. ايوه بس حلو انك تقولي لنا عشان نعرف كل الناس. ريتراكشن يعني بتدخل لجوه، بتدخل من مكانها. دول الثلاث حاجات الميجور اللي معروفين. يبقى بتنزل سوائل او دم، ما تكونش فتره يعني. بس ساعات بيبقى مرتبط بفترات رضاعه برضه، اللهم احفظنا. بيبقى ساعات في ناس بيجي لها وهم عندهم، هم لا احنا بنتكلم وهم بيرضعوا. 2 شهرين تاخير يا دكتور، يعني 2 شهرين ده كتير. طب بس ارجع تاني، ممكن اي واحده تبقى حاسه ان عادي يعني ايه يعني. بس انا اقول لحضرتك حاجه، هي بيفكروا هنا، اقول لك يمكن تروح يعني يمكن اتخبطت نتيجه لنقص المعلومات. كنت عايزه اكملي كلامي. انا عايزه اقول مره ثانيه الاشكال المختلفه، اللي هو ان احنا نزول بعض السائل او الدم بترجع لورا الحلمه، يعني بتخش لجوه، بتخش في مكانها. ايه تاني يا دكتور؟ هي السائل والدم مع بعض، هم دول بيتغير لونها، بيتغير. ما اقدرش اقول، بس بيبقى فيها تغيرات منتشره طبعا. اللون وتغير ليه انا بقول الكلام ده؟ علشان لو اي مشاهده بتتفرج علينا لا قدر الله، بعد شر عنكم يا رب، لو اي واحده فينا حس بحاجه، على الاقل احنا بنديها جرس احتمال يبقى في حاجه. ربنا يشفيكم ان شاء الله، بعيد عن سامعين. طيب معانا تليفون ام وليد من الكويت. الو. الو، مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء النور. اهلا وسهلا، احنا نتشرف فيكم وبرنامجكم وايد له صدى في الكويت الصراحه. الله يا حبيبتي، تحياتنا لاهل الكويت كلهم. على فكره انا مواليد الكويت. الله يبارك فيك يا استاذه. بالنسبه للدكتوره منى، بعد احنا نقدر نقول عنها هنا في الكويت يا تاج راسي. انا مواليد الكويت. انا مواليد الكويت. انا حسيت والله، حسيت انا هذه الدمعه كويتيه. انا مواليد الكويت. اتشرف فيك انا حبيبتي. الله يخليك. الحين راح تفهمين على لهجتي اكيد يعني. لا احنا فاهمين عليكي ما تقلقيش. فاهمين. طيب دكتوره، انا الحقيقه عشت تقريبا، انا كملت 20 سنه من حياتي مع مرض السرطان. البدايه كانت من 20 سنه، كان عندي طفل وحيد وتوفى بسرطان الدم، قعدت معاه 2 و7 أشهر في لندن لحد ما سلم الروح. بعد سنه من وفاته اختي الصغيره عمرها 30 سنه صار عندها سرطان الثدي. بعدها ب2 سنين اختي الوسطيه صار عندها سرطان ثدي. بعدين انا نفس الشيء صار عندي سرطان بالثدي. طبعا احتمالات رجوع الورم وارده، وهذا ما حصل مع اخواتي الاثنين، واحده رجع لها بعد ما خلصت المينتنس 5 سنوات، رجع لها عقب 10 سنوات لما صار عمرها 40، واختي الثانيه رجع لها عقب 1.5 سنة. الحقيقه طبعا السرطان هذا احنا 3 تعرضنا الى مآسي عاطفيه. يعني مؤلمه. بعد الطلاق احنا كلنا يعني شويه تحسسنا موضوع الطلاق، وانا كنت اكثر وحده حزينه بعد ما توفى ولدي الوحيد وعشت بروحي، فهم صار الانفصال واثر على نفسيتي، وانا ما عرفت ان عندي سرطان الا لما شيء يعني تدري هذا، يعني الدكتور قال لي ان هذا موجود، انتم عندكم هيستوري، انت لازم تسوين فحص، لان اخواتك موجود عندهم، لان انا عمتي ماتت في هذا المرض وهم عمر صغير، عمرها 37 سنه. فانا حلمت اني انا مريضه بسرطان الثدي، وفعلا رحت للدكتور قال لي فعلا انت عندك هذا السرطان موجود. احنا الحين وانت ما دام من شاربه من ماي الكويت، انا مسويه الحين عمل خيري لمساعده مرضى السرطان المؤثرين، وانا ازور القاهره بين فتره والثانيه، عندي اطفال هناك مرضى وايد ازورهم واساعدهم. ربنا يجزاك الله خير. قاعدين نقدم الدعم لك، اي شيء تبينه احنا مستعدين نوقف معاك، لان احنا عندنا في الكويت جميله عندنا في المستشفى 400. اسمحي لنا ان احنا هناخد تليفون حضرتك وهنديه للدكتوره منى وهي ماشيه، وتقدروا تتفاهموا مع بعض. دكتوره منى بتقول حاجه، اتفضلي. لا انا مبسوطه ان في سبورت طبعا، وهو ده اللي احنا عايزين نقوله، يعني ان يبقى في سبورت لدعم البحث العلمي. انا ما اقدرش اطلب حاجه زي كده، وفي اهي ستره من الكويت، ما هو لازم اخد موافقه الوزيره ورئيس الجامعه، فيا ريت يعني يا ريت يبقى في سبورت للبحث العلمي وللابحاث زي ما هي عايزه الابحاث الخاصه بالسرطان. يا ريت اهلا وسهلا تدخل على الويب سايت بتاع المعمل، بس لازم اخد موافقه رئيس الجامعه طبعا. خلاص حضرتك خشي على الموقع بتاع المعمل وايه؟ نخليها هي تسيب التليفون واحنا نحاول نعمل كونكشن. واحنا بنشكر حضرتك وبنتمنى الشفاء لحضرتك ولكل اللي في اسره حضرتك، ربنا يعافيهم يا رب. وانا استاذ محمد على التليفون. استاذ محمد اهلا، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بحييكم طبعا على العمل الجماعي الكويس جدا. الله يخليك مدير قناه سي بي سي، واشكركم جدا على الموضوعات الحساسه اللي انتم بتسيروها على الشاشه. انا باذن الله هتكلم في موضوعين. اول حاجه احب اشكر الدكتوره منى على انجازاتها وانها رفعت اسم مصر، وده طبعا يعني على طول شباب مصر بيشرفوها بره الحمد لله. انما للاسف مصر هنا مش حاسه بولادها. يعني انا حضرتك انا طالب جامعه دمنهور، كنا عملنا عدد من الابحاث العلميه، كنا هندخل فيهم سرطان الثدي برضه وابحاث النانو، انما علشان ضعف الامكانيات والميزانيه اللي في الجامعه واللي في مصر في طلبه هتضطر تسافر بره تعمل الابحاث بره. طب ليه احنا ما نستفادش هنا في مصر بالحاجات دي؟ انا بطلب من الدكتوره منى انها تشرفنا في جامعه دمنهور، كليه علوم جامعه دمنهور، وتدي محاضرات هتلاقي اقبال كبير جدا. طب جدا. طب استاذ محمد احنا كنا معانا على التليفون من شويه سياده الوزيره الدكتوره ناديه، وقالت ان احنا عندنا في تقصير، بس كمان في الطلاب عندهم تقصير. انتوا ممكن ما تكونوش كملتوا الابحاث بتاعتكم، ممكن تكونوا مش مكمل حاجات معينه علشان خاطر ما رحتوش الوزاره. انتوا عملتوا كل ده وبرده مش لاقيين الدعم. حضرتك بعد اذنك اعضاء هيئه التدريس عندنا حتى يعني ما بيشجعوناش، احنا اللي بنروح اسكندريه معهد علوم البحار، بنروح احنا في كليه علوم جامعه دمنهور للتجديد حضرتك عارف، بنروح اسكندريه، بنروح طنطا، بنروح المنصوره، بنروح هنا ما فيش امكانيات عندنا. استاذ محمد الدكتوره ناديه زخاري وزيره البحث العلمي قالت ان الوزاره عندها امكانيات للدعم. حضرتك حتى اذا كان الاساتذه بتوعكم في الكليه ما بيدعموكوش، فليه ما نحاولش نخبط على باب الوزاره ونقول اهو احنا مجموعه بنعمل ابحاث وعايزين نعمل كذا كذا، ونشوف الوزاره هترد عليكم ازاي. طب معلش انا ليا موضوع تاني اتكلم فيه. يعني عتاب بسيط للاستاذه اميره، انا سمعتها بتقول طب كليه العلوم ما ايه ما يعني ما لهاش علاقه بالموضوع بتاع ابحاث سرطان الثدي. حضرتك عندك دكتور حسن عزاز في الجامعه الامريكيه، دكتور مصطفى السيد في النانو، كل دول يعني دخلوا في المجال بتاع الطب وبقوا يعني المفروض كليه العلوم هي اساس مصر. فما دام احنا الاعلاميين او يعني احنا كناس عندنا ثقافه مش عارفين دور كليه العلوم، اكيد الناس العاديه اللي في البيوت مش تبقى عارفه دور كليه العلوم. طب يا استاذ محمد انا لما سالت الدكتوره قلت لها ايه علاقه كليه العلوم بامراض بسرطان الثدي، انا كنت بفتح قصادها المجال عشان هي تعرف الناس بدور كليه العلوم. انا عارفه الدور، لكن مش معقول حصادر على الجمهور واعتبر ان اللي انا عارفاه الجمهور عارفه، فانا قررت افتح الباب للدكتوره عشان تشرح الدور العظيم لكليه العلوم. بنشكر حضرتك يا استاذ محمد، وعلى العموم عتابك مشكور، والعتاب بين الاصحاب جميله. حضرتك كتيره معانا كمان ام يوسف. مساء الخير ام يوسف. مساء النور، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك. تحبي تقولي لنا ايه في الموضوع ده يا ام يوسف؟ انا بنشكر الدكتوره وبنقول لها ربنا يبارك لك في مشروعك، وعايزه نسالها سؤال. اتفضلي. انتي عندك مشكله مع المرض ده، او انتي عندك تجربه؟ انا عايزه نسال الدكتوره سؤال. انا من فتره اكتشفت ان في الثدي اليمين كلكعه صغيره زي جد حبايه الفول، وبتروح بنحط ايدي عليها فبتروح وبتيجي، فانا مش عارفه اذا كان ده المرض ولا لا، وعندي الم في الثدي اليمين. اوكي طيب ميرسي حضرتك. الدكتوره هترد عليكي. انا مش هوجه لها نصيحه تروح فين تعمل لازم إيه؟ تروح لدكتور جراح وتعمل اشعاعات وتشوف ايه اللي عندها في صدرها، وما تسكتش على نفسها، ما تستناش لما يكبر. بس يعني انت مستنيه ان احنا نقول لك تروحي الدكتور؟ لازم تروحي الدكتور. فيعني حاضر. معانا سلوى على التليفون. اهلا وسهلا استاذ سلوى، اتفضلي. الو اهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بتاع كلامي للبرنامج وكل القائمين على العمل، فريق العمل الناجح، ربنا يبارك فيكم. وصل يا حبيبتي يا رب كده ان شاء الله، ودايما في تقدم وازدهار ان شاء الله. واتمنى كل البرامج كده يعملوا مع فريق عمل متكامل، بيبقى كله ايد واحده يعني. ميرسي لحضرتك. وبشكر الباحثه الدكتوره، ربنا يبارك لها في صحتها وعافيتها يا رب، ومزيد من الدكتوره منى مصطفى ان شاء الله. معلش ليا سؤال، انا بنتي عندها 24 سنه، وبعدين فوجئت من كام يعني تقريبا بقالها زياده عن 6 شهور يعني، ففوجئت ان في حاجه في صدرها كده الناحيه الشمال قرب تحت الباط شويه بس يعني في الصدر نفسه، في حبايه زي ما تكون عارفه الحفر يعني، حاجه زي ما تكون هرشتيها كده وعملت حبايه بلاستيكيه كده شويه، وبعدين فوجئت ان هي مره هرشتها فراحت جايبه دم، فبعديها حطت ايموفيت كريم وابتدت تنشف شويه، وبعدين ساعات ترجع تاني وتنشف شويه بس ما فيش ورم ولا في اي حاجه حواليها. فانا بصراحه لما سمعت ان هو ممكن لو ما احتاجنا يعني الكانسر ممكن يعمل تبييض او دمعه حاجه زي كده، والله قلبي طب يعني من ساعتها وانا مبسوطه. بصي انا عايزه اقول لحضرتك حاجه يا استاذ سلوى، هي الدكتوره منى باحثه بتدور يعني بتحاول تبحث على كيفيه علاج مرض السرطان، هي مكسوفه بس هي ما تقدرش تشخص لك ايه اللي بيحصل. انا شايفه انك انت لازم تاخديها لدكتور اكتر بنوتك، صح ولا انا غلطانه؟ عشان بس ما نعملش بلبله لكل مشاهدينا. ميرسي لحضرتك دكتوره منى، عشان احنا وقتنا للاسف بيخلص، ما اقدرش اتجاهل اني معايا عالمه وباحثه واستاذه جامعه وام وزوجه وام لبنتين، وفي كده رؤيه مجتمعيه يقولوا الستات اللي بتشتغل فاشله في حياتها الاسريه، عيالها ساقطه، فاشله في حياتها الزوجيه. احكي لي بقى التوازن ده وزنتيه ازاي؟ لا وعرفينا على بناتك كمان. يعني انا عندي بنتين، ايه ومريم، ايه عندها 15 سنه، هي في التانس جريد في الاي جي، ومريم عندها 11 سنه. هم طبعا اتعقدوا من كتر الساينس وان انا على طول بشتغل وبيشتكوا، بس هم حاسين ان مامتهم بتعمل حاجه مختلفه مفيدة. وحطت على الفيسبوك I'm proud of you mom، الصوره بتاعتي مع السفيره دي ايه. الحمد لله هو والدهم كان متفاهم في الاول، لا مش قوي، ايه ساعات بتحب بس مش عايزه تتعب، ايه الكبيره دي الكبيره، الصغيره معتمده على نفسها تماما ما شاء الله عليها يعني، لان دي انا سبتها وهي صغيره يعني، انا سبتها كان عندها 4 سنين وقتها، انا ما كنتهمش معايا بس كل 3 شهور انا كنت باجي. مين اللي كان بيرعاهم؟ والدتي الشقه اللي تحتيه، فكانت والدتي قاعده معاهم، فهو البيت كله بيتنا، فالحكايه كانت الحمد لله طلعت في ظروف ساعدتني. بس هقول لحضرتك حاجه تاني، انا في ناس كتير زمايلي في القسم بصراحه مروا يعني ما كانش والدتهم معاهم، منهم مثلا دكتوره شيقه ريدي كانت بتحط ابنها في الكاريكوت على البنش وهي بتشتغل، دكتوره شيقه واخده لوريال، مفيش معجزه يعني، لا مفيش معجزه. دكتوره سلوى عبد الحميد هي في ليبيا دلوقتي ما شاء الله معاها 5 اطفال وكل يعني خد ماجستير ودكتوراه، والاستاذيه لا يعني كل زميلاتي. الست برضو لما يبقى جواها موتيفيشن فورس عايزه تعمل حاجه، جواها طاقه بتبقى بتقدر تعملها. انا سمعت انك انت بتاخديها كمان ما شاء الله كمان رشيقه يعني، الله يخليكي. هو برضو الشغل وسط الطلبه بيخليكي تحسي انك معاهم، ما بتاكليش خالص ولا؟ لا والله باكل كويس. انت بتاخديها مشي من البيت للجامعه؟ ساعات كتير بتمشى ورا الجامعه يعني حوالي ربع ساعه مشي او 10 دقائق. بتمشي في الشوارع؟ الناس يقولوا الشوارع زحمه ما بنعرفش نمشي فيها. هي طبعا هو الواحد صعب ان هو يمشي في الشارع اليومين دول، بس بمشي. المشكله الكلاب، المنطقه مليانه كلاب هم يعني، ومع اننا في الدقي بس حتى انا اشتكيت في الحي، فرصه بقى ان انا استغلها مليانه كلاب، بس الحمد لله يعني. طيب بشكرك جدا جدا يعني حضرتك قدمت لنا نموذج متكامل. عايزين نقابلك السنه الجايه بابحاث اكتر وجوائز اكتر وتميز علمي اكتر وتلامذه يبقوا شايفين حضرتك قدوه يعني. افتحوا لنا باب الرحمه عشان المجتمع ده يبقى اجمل كل يوم عن التاني. حضرتك نورتينا يا دكتوره وشرفتينا. والسؤال اللي كنا سالناه على الفيسبوك بتاع هل تعتقد ان عدم الاهتمام بكليات العلوم هو السبب الرئيسي لتدهور البحث العلمي في مصر؟ التصويت مازال مستمر ومفيده، ومنى هيقولوا النتائج في فقره المطبخ. بعد الفاصل هنلتقي مع الفقرة الصحفية مع أميرة مرة تانية، ومعاها المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، وأهم المواضيع اللي هيحب إن هو يتناقش فيها مع أميرة بعد الفاصل. قضايانا الاجتماعية في صحافة الأسبوع، فقرتنا بتاعت كل يوم سبت. اسمحوا لي أرحب بضيفي الكبير المهندس الاستشاري حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين. أهلا وسهلا يا باشمهندس، نورتنا. أهلا بيك. زي حضرتك بيك. حضرتك هتختار لنا ايه، او ايه اللي انت نقيته لنا من قضايانا الاجتماعية في صحافة الأسبوع كله؟ هنبدأ بإيه؟ أبتدي بالطالع في الجمهورية. انشغلنا بالسياسة ونسينا المواطن البسيط. ده تحقيق، انشغلنا بالسياسة ونسينا المواطن البسيط. أيوة. الانتخابات والمظاهرات والدستور لم تعالج أزمات الأسعار. طبعا المظاهرات مش هتحسن الأسعار. أوكي. طبعا أما بنتكلم في الدستور من الصبح بالليل الأسعار مش هتنزل. إذا كنا بنتوقع إنما نعمل مليونية ونقع في يوم جمعة أو جمعة لأ ونعمل مظاهرات ونحط خيم الأسعار هتنزل، نبقى إحنا عندنا من الضحالة ومن الجهل الكثير. الأسعار هتنزل بالإنتاج، نشتغل أكتر ننتج أكتر، أسعار هتنزل. نشتغل أقل ونعمل مليونيات ونتكلم في الدستور ونتكلم في الانتخابات بالقايمة ولا مش بالقايمة، ونتكلم القايمة النص ولا التلت ولا الربع. مؤكد هيغلي الأسعار وهيزود الفقر، ومش هنلاقي بوتاجاز ومش هنلاقي بنزين ومش هنلاقي سولار، لان ده بنستورده، وعشان نستورده لازم يكون عندنا فلوس. ده ما دام ما بنشتغلش هتيجي فلوس منين؟ فنحن احنا نسينا المواطن البسيط. احنا كنا عملنا حلقه من كذا يوم، قلنا هل هموم النخب غير هموم الشعب، وابتدينا نناقش. فحضرتك واضح انك موافق ان النخب مشغوله بالقضايا السياسيه الكبرى وناسين المواطن. والله مش النخب دي، الناس اللي بيلعبوا السياسه، الناس اللي عايزين يخطفوا من بعض مناصب، الناس اللي عايزين يسيطروا على حكم مصر في المستقبل. لكن اذا جينا نفكر في النخب الاخرى اللي ما بتلعبش السياسه، اللي عايزه تتكلم في الطب، في الهندسه، في القانون، في الادب، ما برضه دي نخب. ايوه، دول كلهم مطحونين مع الفقراء. طيب، جمعية رجال أعمال مصريين شايفة إن الفترة الجاية هيبقى شكلها إيه؟ هنتجاوز، هيبقى في أزمة اقتصادية هتتفاقم، هنتجاوزها؟ يعني لما بتقعدوا وحضرتك كده بعينك الخبيرة، رايحين فين إحنا؟ إذا استمرينا على اللي إحنا ماشيين فيه فرايحين في داهية. إذا استمرينا على اللي ماشيين فيه، إذا فوقنا وعقلنا وبطلنا نتكلم. يعني أنا من الحاجات اللي عجبتني جدا في الدكتور الجنزوري لما جه، إنه أول حاجة قال أنا عندي حاجتين ههتم بيهم، الامن والاقتصاد. ما كانش ولا واحد قبل الدكتور الجنزوري لما جه اتكلم في الاقتصاد. كل الرؤساء الوزراء الذين سبقوا الجنزوري، دكتور عصام شرف ودكتور عصام شرف ما فتحش اي ملفات، اقتصاديه في وقت، ما فتحش ملف اقتصادي نهائي. فكنا بننهار، كنا بننزل 2 مليار دولار بيروحوا مننا سنه شهريا. كويس. النهارده احنا ما زلنا بننزل في سرعه شديده اذا ما لحقناش نبطل هذا الأسلوب. بكرر تاني، من التهريج والمليونيات والخيم، ومش عايز أزود عشان ما أعرف أروح بيتنا. إذا ما بطلناش هذا الكلام نحن نازلين في منحدر. الناس لما بتسمع كلمة الاحتياط النقدي وإحنا نازلين في المنحدر زي ما حضرتك بتقول كده، ما بتبقاش عندها إدراك دقيق لمعنى الاحتياط النقدي. هل هو فلوس ولا إيه حكايته، ولا فلوس وذهب، ولا إيه الحكاية؟ حضرتك فاهمها كويس قوي. قلت فلوس وذهب. الاحتياطي النقدي هو ما لدى المصريين في البنك المركزي من تحويشه العمر. المصريين كلهم. المجتمع المصري. انا فاهم. كلنا محوشين في البنك المركزي، تحويشه العمر اللي ادخرناه. كان عند قيام الثوره قيمته 36 مليار دولار، بقول قيمته لان مش كله دولارات، كان في دولارات وفي ين ياباني، وكان يعني سله عملات اشياء مختلفه. قعدنا نخسر كل شهر 2 مليار، حتى وصلوا الآن إلى حوالي 15 مليار. بس هذا ال 15 مليار اللي عندنا النهارده برضه مش عملات، لأن في 7-8 مليار منهم ذهب. يبقى اللي في إيدينا من عملات 7-8 مليار فقط. 7-8 بعد كده هنبتدي نبيع الذهب. بعد كده نبتدي زي الناس لما تفلس بقى الستات في البيوت تبتدي تبيع الذهب والحلل والنحاس والبتاع وكده. بالظبط، احنا قربنا من هذه الخطوة إن لم نفق ونصلح، وبنلحق نصلح نفسنا. إيه الروشتة؟ دكتور حسين صبور، ايه الروشته العاجله 1 2 3 اللي تخلينا كلنا نروح بيوتنا ومصانعنا؟ حضرتك عارفه ان في 1850 مصنع اتقفلوا. يا نهار اسود. السياحه هبطت هبوط شديد، الانشاءات والكونستراكشن والتعمير توقف تقريبا. كل ده معناه ايه؟ معناه مفيش انتاج، معناه ما عنديش فلوس، مفيش فلوس وعايز اشتري بنزين بنفس السعر، مش ممكن، لازم يغلى عليا. عايز اشتري بوتاجاز بنفس السعر، مش ممكن، لازم يغلى عليا. الحل الوحيد نبطل هذا التهريج تحت اي مسمى ونروح نشتغل 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 ونخلص. اذا كنا بنشتغل 8 ساعات لا نبقوا 10، اذا كنا بنشتغل زي المجهود الحربي كده، يعني ساعتين لانقاذ مصر او ساعتين لحل الازمه الاقتصاديه، وده هيعود علينا كلنا بعد كده بالرخاء، بس مش بكره، مش بكره. لازم نعرف ان احنا الخراب سريع لكن انقاذه بطيء. يعني حضرتك تتفق مع التحقيق ان احنا فعلا نسينا المواطن البسيط، وانه الدكتور حسين صبور بيقدم روشته ليه اقتصاديه، الحل كل وقت اشتغلوا. ننقل على ايه بعد كده يا دكتور؟ حضرتك خلاص احنا بدانا بيشتغلوا، هننقل على ايه بعد كده؟ الموضوع اللي تعبني جدا موضوع عادل امام. عادل امام ان احنا في هذه الفتره وفي هذا العمر وفي العالم كله بيتكلم عن الحضاره وعن الفن، انه احنا نيجي لعادل امام على افلام مثل فيها منذ سنوات ونقول ان هو هان الاسلام او جرح في الاسلام. انا عايز اذكر ما قاله الشيخ محمد عبده زمان، وانا قرات هذا الكلام واعتقد انه سليم وانا متذكر ما قاله. قال لو في 40 واحد بيقولوا ان الذي قلته إهانة للإسلام وفي واحد فقط اختلف في الرأي وقال أن الذي قلته ليس فيه إهانة للإسلام، فنأخذ برأي هذا الواحد فقط. حضرتك بتتكلم عن أو بتستعرض مقالة الكاتب الكبير الأستاذ سعد هاجرس في مجلة روزل يوسف. مظبوط يا فندم. أوكي. طيب ليس دفاعا عن عادل إمام، ما بندافعش عن عادل إمام شخصيا، مع أنا شخصيا مع حبي واحترامي وتقديري، بندافع عن إيه؟ عن حرية الكلمة وحرية التعبير وحرية إظهار. الفن بيظهر الحقيقه. عادل امام اتكلم في فيلم الارهابي، انا كان على الفيلم ده بالذات لان انا شفته كويس قوي، عندما كان هناك مش عايز اقول يوميا لكن شهريا حوادث انفجار هنا وانفجار هنا وقتلى وسرقه ذهب واستباحه واستحلال وكل حاجه. هؤلاء الارهابيين مخهم ممسوح، فهو تكلم كيف يمسح مخ المواطن العادي الغلبان ويبقى ارهابي وهو ليس ارهابي بطبعه. الفيلم كله عن كده، ولما فاق اكتشف انه كان مضحوك عليه. طب انا طبعا احب اوضح انه مقاله الكاتب الكبير سعد هاجرس كتبت قبل ما يصدر حكم يوم الخميس. يوم الخميس اصدرت محكمه جنح العجوزه حكم بتبرئه عادل امام ووحيد حامد وشريف عرفه ومحمد فاضل ونادر جلال ومجموعه من المبدعين المصريين برضو عن افلام عادل امام. اذا احنا كمان اصبحنا امام حكم ادان عادل امام لسه قابل للاستئناف، وحكم برأ عادل إمام وكل هؤلاء المبدعين وكتب في حيثياته أسبابا عظيمة. أنا بتصور أنه غالبا الأسبوع الجاي لازم الحيثيات دي هتتنشر في كل الجرايد والمجلات، لأنه الحكم الذي صدر من محكمة جناح العجوزة يوم الخميس نقل اللي حضرتك قلته ده، قال أنه يعني إيه الفن ويعني إيه الإبداع ويعني إيه كذا ويعني قال كل الكلام ده ودافع عن حرية الإبداع دفاعا عظيما واداهم كلهم براءة. أنا عايز أزود حاجة كمان، عادل إمام ما ألفش هذا المنتج. عادل امام مثله بعظمه تمثيل، يعني هو اقنعنا بالدور. فيعني اذا كنا عايزين بخطأ ان ندين حد ما ندينش الممثل. ما هو يوم الخميس بقى المنطق اللي حضرتك بتقوله ده انه عادل امام هو اللي مثل، طب مين اللي كتب فلان وفلان، طب مين اللي اخرج علان وعلان، قدموهم كلهم للمحاكمه، فجاءت المحكمه برأت الجميع. كان ناقص كمان يقدموا مين اللي كنس المسرح ومين اللي اتفرج نحن لا ندافع عن عادل امام شخصيا، نحن ندافع عن حريه الابداع وحريه الراي وحريه الفكر، ويعني دي ثوابت في المجتمع المصري وفي حضارته. ايوه يا باشمهندس. الموضوع الثالث، يعني بدل ما كنا بنتكلم في سلبيات نتكلم في ايجابيه. طيب يلا. وهي هندي الناس بصيص من الامل. ايقاف الاتفاقيه او الغاء الاتفاقيه بتاعه تصدير الغاز إلى شركة حسين سالم التي كانت بدورها توصلها لإسرائيل. حضرتك شايف ده شيء إيجابي؟ 100%. لسبب. اتفضل. الغاز اللي في مصر مش مكفي احتياجاتنا، فمش معقول أنا النهاردة بستورد سولار عشان أولع محطات الكهرباء، عشان أولد كهرباء بسولار مستورد مدعوم وابيع الغاز بتاعي. انا مش هتكلم مع السعر حتى لو سعر مناسب، اولا سعر ما كان غير مناسب، لكن حتى لو سعر مناسب هل من الطبيعي ان انا اصدر الغاز اللي هو افضل لتشغيل محطات الكهرباء، افضل علميا، اصدره واجيب السولار اللي هو اقل علميا وادعمه عشان اولد بيه كهرباء؟ ده تحقيق فين؟ في الاهرام؟ الموضوع ده في الاهرام، ده في الاهرام، تحقيق في الاهرام. يعني حضرتك متفق مع الارتياح اللي عم الشارع المصري بشأن قطع او انهاء تصدير الغاز لاسرائيل، ومرتاح ايضا لان احنا لعبناها بذكاء ومن غير عصبيه، ما قلناش بحنكه سياسيه، يعني بحنكه تجاريه وسياسيه. قلنا احنا بنلقى عقد تجاري، لا جبنا سيره اسرائيل ولا جبنا ديفيد ولا لا 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 الجماعه دول اخطاوا وتاخروا في سداد استحقاقات الشركه البائعه اللي هي حكومه مصر. فحكومه مصر نفذت شروط عقد وألغت هذا العقد. موضوع بسيط جدا لا يحتمل، مع ان في باطننا عكس ذلك، لكن لاول مره نشتغل بذكاء، مش زي ما في يوم من الايام عبد الناصر قام هضرب اسرائيل وهطلعها في اسبوع وما اعرفش ايه واحنا مش جاهزين وقفل مضايق وبتاع. ده احنا النهارده بنتكلم كلام تجاري بحت. كلام تجاري. ده انا عايز ازود بقى، يا ريت نجد اسلوب لالغاء اتفاقيه الغاز مع اسبانيا. مع اسبانيا انا عايز كل الغاز بتاعي استعمله، انا محتاج له. طب ايه راي حضرتك في التصعيد الاسرائيلي اللي حصل كرد فعل لالغاء الاتفاقيه التجاريه لتصدير الغاز؟ ابتدوا يزعقوا بقى ويقولوا مصر وارهاب وايران ايه راي حضرتك في رد الفعل؟ رايي ان احنا مكناهم من كده، مش بالاتفاقيه دي، باننا سنه ونص بنهين في الجيش بتاعنا، باننا سنه ونص بنضعف، باننا سنه ونص الجيش بتاعنا قاعد يطفي حرائق جوه داخليه مش بتاعته، فاصبح النهارده جيشنا مشغول بحاجات تانية. دي فرصتهم الجميلة جدا لهم، ان جيشنا ملخوم وجيشنا مشغول وجيشنا مؤكدا في وضع ليس اقوى مما كان من سنة ونص، فبينتهزوا اي فرصة لتصعيد الكلام. انا سمعت مثلا مشير طنطاوي من يومين ثلاثة قال احنا احنا قادرين، وانا يعني انا شخصيا بثق في القوات المسلحه المصريه واظن حضرتك تشاركني 100%. قال احنا قادرين على حمايه حدودنا ومحدش يقدر يعتدي علينا، وما معناه ايه الكلام اللي بيتقال ده؟ انما حضرتك غاضب من الهجوم. بالظبط، انا اثق فيهم بس حزين على ما نفعله فيهم. شايف ان احنا مستنزفينهم في قضايا ثانيه وبنهينهم، الجهل فينا بيهينوهم. اوكي، باشمهندس حسين، مقاله الدكتوره منى مينا، مقالة اللي هي في الشروق عن المستشفيات، حضرتك مستشفياتنا قايلة ايه؟ نحن نعلم، اقول لحضرتك نحن نعلم ان ميزانية المستشفيات وميزانية التعليم ضعيفة. من ضمن مشاكل بلدنا انها ما كانش عندنا فلوس نصرفها على الخدمات. ليه ما كانش عندنا فلوس نصرفها؟ ليه؟ والنبي ليه يا باشمهندس؟ نورني كده. رايح حضرتك بصراحة. دخل مصر منين؟ دخل الحكومة منين؟ قناة السويس، التحويلات؟ لا، دخل مصر اساسا من الضرايب والجمارك. اوكي، بناخد من الشعب ضرايب وبناخد من الشعب جمارك يضاف له التحويلات، مش بتاعت الحكومه، التحويلات بتاعت اللي حولها حطها في فلوسه وجيبه. طب وقناة السويس؟ قناة السويس بتجيب لك 5 مليار. طيب يعني مصر بتجيب كله فوق 300 مليار، من ضمن 5 من قناة السويس، ودي طبعا خيبه شديده ان بيجيب 5 مليار من قناة السويس، وبلد زي سنغافوره بتجيب من الاعمال البحريه 50 مليار. واضح ان ملفاتنا كتيره قوي، واضح ان في ملفات كتيره عايزه يعاد تنظيمها يعني 100%. فنرجع لمقاله الدكتوره منى مينا في جريده لا، نرجع قبل لفلوسنا. فاحنا بناخد 300 مليار وشويه في السنه، بنصرفهم ازاي؟ 100 وشويه على الدعم، 100 وشويه على سداد القروض وفوائدها القديمه. ما علينا في الحروب والبتاع والسلاح ولا فوائد، ماشي. الباقي معظمه على مرتبات الموظفين، عندنا 6 وشويه مليون موظف، عندنا هيكل اداري ثقيل، يبقى اللي فاضل الخدمات ايه؟ ولا حاجه. وبالتالي في ظل الميزانيه السابقه لمصر لم يكن امام الحكومه التي لم تفكر بفكر جديد الا انها تقلل مصاريفها على الخدمات. الخدمات يعني ايه؟ من اهمها التعليم ومن اهمها الصحه، فكان ما يصرف على المستشفيات ضعيف جدا، وبالتالي كان المريض يدخل مستشفى زي ما الدكتوره منى مينا بتقول، حتى لا تكون مستشفياتنا اماكن لقتل المرضى. وهي منى مينا عضو يعني مجلس نقابه الاطباء، يعني ايدها في الموضوع لاخر تفاصيله. الغلطه مش غلطه المستشفى، غلطه اللي ما ادهاش امكانيات، غلطه اللي ما عندهمش يطوروا باجهزتهم، ما عندهمش يجيبوا ادويه، ده احيانا كثيره يتقال للعيان هات الدواء ده عشان نعالجك. صحيح، في المستشفيات العامه هات الدواء وهات الشاش وهات القطن وهات وهات وهات. بالاضافه نتكلم بصراحه شديده، مفيش تدريب كافي للممرضات، مفيش تدريب كافي للاجهزه اللي بتخدم المريض. مؤكدا ان مستوى الممرضه المصريه ومستوى الطبيب المصري العادي بيتدنى مع تدني التعليم. ما فيش امكانيات لا للتعليم ولا للتدريب. وبالتالي راي الدكتوره منى انا اؤيده تماما، ان المستشفيات اماكن لقتل المرضى مع الاسف. طب انا عايز اقول التجربه في هذا الموضوع الحقيقه دي شهاده حق قصاد ربنا، انه اتاحت لي الظروف في الفتره اللي فاتت مرتين اني اصطحب مرضى لمستشفى الشيخ زايد وهو مستشفى حكومي، واصطحب مرضى لمستشفى معهد نصر وهو مستشفى حكومي. الحقيقه يا باشمهندس انا فوجئت، انا دخلت مستشفيات خاصه، طبعا الواحد لما بيجرى له حاجه او يجرى لحد من عياله حاجه ما بيروحش مستشفى عامه، بيجري على المستشفيات الخاصه الاستثماريه. المستشفيتين دول هل دول حاله استثنائيه نادره؟ انا اؤيدك في الشيخ زايد 100% لان انا اعرف مديرها كيف بيديرها. انا فوجئت بكفاءه الاطباء، ويعني كان في حادثه 25 شاب اتقلب بيهم ميكروباص، فانت داخل المستشفى ده رجليه وده ظهره وده رقبته وبنات ومين يصوت ومين. الاطباء بتوع الطوارئ والممرضين والممرضات والاشعات، وقعدوا ساعتين ثلاثه يفحصوا كل حاجه وانتهوا متشكرين يا شباب وباي باي، وما خدوش منهم تعريفه. الحقيقه انا كنت نسيت القصه دي ونسيت اشيد بيها، بس بجد هي فرصه. هنا نيجي بقى للاداره. اقول لي بقى لماذا مستشفى الشيخ زايد التخصصي اللي انا مريت بتجربه فيها مستشفى عظيمه في خدماتها، في النظافه، في الاطباء، لأن في كل. مديرها ايا كان اسمه هو رجل بيحسن الاداره، مخلص جدا لعمله، بيحسن الاداره، فشغل المستشفى كانها خليه نحل بتحب شغلها. لازم ما ننساش برضه ان من ضمن النجاح في اي منظومه الاداره. انا اعلم عن مستشفى ناصر ما اعرفهاش، لا مستشفى ناصر اعلم كمان. عن بتاعه اللي حضرتك قلتي عليها الثانيه، مستشفى الشيخ زايد التخصصي مستشفى حكومي. ايوه اعلم، اكثر من حد شكر فيها، ولا سبب لذلك الا للاداره. طيب يبقى اذا الدكتوره منى مينا بتقول عشان مستشفياتنا ما تبقاش اماكن للقتل احنا محتاجين ميزانيات اكتر، وانا بضيف من واقع تجربتنا الشخصيه، ومحتاجين ايضا يعني مديرين لهذه الاماكن يديروها باخلاص وبكفاءه، بحيث حتى يقدروا زي ما بيقولوا بقى الشطره بتغزل برجل حمار ونطلع من الفسيخ شربات، يعني الى ان تيجي الميزانيات. ويقتنعون ان الطب خدمه ورساله وليس مكسب. الخدمه طب، الطب خدمه ورساله وليس مكسب. وليس مكسب. دول. وانه المريض يحتاج الى العلاج، ما هواش حاله ولا زبون ولا سبوبه ولا لا. المريض محتاج الى العاطفه والخدمه والعلاج وكل شيء انك تعمل له، لان هو غلبان. طيب باشمهندس حسين هننقل على ايه؟ اتكلمنا كده عن المستشفيات والغاز والعادل امام. القمامه، مطلوب ثوره على القمامه، مطلوب ثوره على القمامه بعد ان فشلت الشركات الاجنبيه. كون ان جت شركات اجنبيه في مصر منذ 20 سنه او اقل عشان تلم الزباله، دي فضيحه. بقى احنا النهارده قرب سنه 2000 هنجيب خواجات لمنى الزباله. 2012 النهارده. لا هي جت قبل سنه 2000. اوكي هي جت قبل سنه 2000. الدوله جت كده بفكر جديد ان انا عشان اعمل حاجه حلوه اجيب شركات اجنبيه لكل مصر تلم الزباله. جم فرنساويين وجم اسبان وجم طلاينه، ومضوا معاهم عقود طويله وتحكيم وقصص. كويس. وهذه الشركات اول حاجه فيها هي لم الزباله، ما تعرفش تلمها لانها ما عندهاش خبره المصري الغلبان اللي ساكن في حي الزبالين اللي بيروح ابو قفه وعربيه ايوه وعربيه بحمار، فما عرفوش يلموها باختصار شديد، عشان كان فكرهم يلموا الزباله ويصنفوها ويبتدوا يعملوا منها مستخرجات واعاده تدوير الزباله، الكلام اللي في العالم كله بيكسبوا منه. صحيح. بس عشان ابتدي لازم الم الزباله والمها صح. لما صح يعني ايه؟ يعني الم الازاز لوحده والورق لوحده والبقايا الاكل لوحدها، شيء ما تعودناش عليه في مصر، شيء موجود في العالم كله، ان قدام كل شقه او كل بيت 3 صفايح، تحط في ده وتحط في ده وتحط في ده، واذا حطيت حاجه غلط، انا بتكلم على استراليا، تدفع غرامه $100 في اليوم، لانك بتفسد الحاجات اللي اتحطت. بالظبط، تفسد بقيه الناس. فالبدايه ان احنا اخطانا بان احنا جبنا شركات اجنبيه بشده، دي فضيحه، فضيحه لينا حتى لما طب وهنفضل ندفع ثمن الخطا ده لغايه امتى؟ ده حضرتك القانونيه تقولي لي بقى، ده هتساليني انا. طب احنا ده مقاله في الاهرام او تحقيق او حاجه اللي أيوة هو مطلوب ثوره على القمامه. احنا طبعا في برنامجنا هنا كنا استضفنا مره المهندس محافظ الجيزه وعملنا تقرير عن الزباله اللي منتشره في كل حته وفي شارع فيصل بيقولوا في الرصيف اللي في النص، وكنا استضفنا احد ما يسمى يعني بيعملوا اعاده تدوير للزباله وعاملين موقع على الانترنت. الزباله دي كنز، مش كده يا باشمهندس؟ 100% فلوس وذهب، يعني نقدر مصر وتصدرها وتعيد مش عارف ايه كل الكلام ده. تدير وتطلع لنا ورق اللي بنكتب فيه، تطلع لنا كهرباء، تطلع لنا عشرات الحاجات. يبقى احنا محتاجين ايه؟ محتاجين مثلا اعلامي يوعي الناس كيف التعامل مع الزباله قبل ما نقول مين هيلمها، يعني هل احنا محتاجين حد يوعي الجمهور ازاي يتعامل مع الزباله؟ هل احنا محتاجين نفسخ العقود مع الشركات الاجنبيه ونتولى امر الزباله بتاعتنا بنفسنا؟ محتاجين ايه؟ يعني لو جبنا شركه زي المقاولون العرب وشركه حكوميه ايوه بادارتها الجيده جدا زي أيوة. اداره مستشفى انت اتكلمتي عنها ايوه، وطلبنا منها انها تقوم بتجربه في مدينه ما، خدي طنطا، خدي شبين الكوم، ابتدي وانت بتلمي الزباله وتعلمي الجمهور تعلمي المواطن ازاي يحمل 3 سنة دي او 3 كويس. تاني سنه هتبقى بدل مدينه 12 مدينه، ثالث سنه تبقى 300 مدينه. نبتدي بان احنا نركز، نثق في نفسنا، مش ممكن لا نثق في مصريين اللي مش زباله. انا مش قادر، انا على اي حال مش قادر افهم خالص ان انا اجيب راجل خواجه عشان اقول له شيل الزباله بتاعتنا، طب مش فاهمه يعني. دي فضيحه مش فاهمه. تخيلي لما احنا بقى كمصريين نحاول نشتغل بره بنحترم قد ايه. صحيح. ده انتوا مش عارفين تلموا زبالتكم، جايين تعملوا عندنا ايه؟ نحن نحتاج ثوره على القمامه، عايزين ان الزباله اللي احنا اصبحت مشكله مزمنه في حياتنا عايزينها تتحول الى مصدر دخل قومي وثروه. وعايزين نفكر بتفكير حقيقي، انا اقول لك قصه في اسكندريه زمان. زمان كانوا الناس بتحط الزباله في اواخر الشوارع اللي عند المنتزه في الجزيره الوسطى، كان الناس بيحطوا كل زبالتهم على الجزيره الوسطى. وكانش بيجي زبالين من الشركات الاجنبيه دي تشيل، فكان لما تمشي في الشارع ده ريحته سيئه. فالمحافظ عمل ايه؟ شال الجزيره الوسطى، فبقى الناس يحطوا الزباله على الرصيف الجانبيه. خلصت. هو متخيل لما يشيل الجزيره الوسطى ده حل، لا مش ده الحل. لا هو الحل انه يقنع الناس انه ما تحطوش الزباله هنا سواء في الوسطى او على يمين او شمال، مش الحل انه يعني مش عارف. طب بس احنا يعني عندنا امل الفتره الجايه انه من سيتولوا اداره مصر في مواقع مختلفه، عندنا امل انهم هيبقوا بيخاطبوا عقول الناس، بيحاولوا يرفعوا وعيهم، بيحاولوا يغيروهم، مش هيشيلوا الجزيره الوسطى. راي حضرتك ايه؟ هيحصل؟ نبطل المليونيه وبعدين نتكلم. لما هي خلاص المرحله الانتقاليه وانتخابات الرئاسه وكل حاجه الدنيا يعني، لا اديني امل يا باشمهندس. انا عندي امل اذا اشتغلنا. طول ما احنا النهارده بنتخانق مع بعض، احنا بقالنا قد ايه عشان نتفق على لجنه وضع الدستور؟ مش عارفين نتفق على 100 واحد. هنفتح ملفات كتير قوي كده، خلينا في اختياراتنا. حضرتك منتقلنا ايه تاني في الموضوعات اللي معانا؟ الثوره والثقافه والجمال، دي برضه في الاهرام. الثوره والثقافه وثقافه الجمال. مقاله الدكتور محمد شاكر في الاهرام، يعني هننتقل من محتاجين ثوره على القمامه لثقافه الجمال. الناحيه الثانيه ايه بقى؟ بيقول ايه الدكتور محمد؟ بصي، في مثل قيل دايما ان العماره مقياس الحضاره. فن العماره يعني لما تلاقي بيوت حلوه تبقى بلدي عندها حضاره، لما تلاقي مزيكا حلوه بلدي عندها حضاره، اما تلاقي جناين حلوه بلدي فيها حضاره. كون ان الانسان استغفر الله العظيم كلمه يخلق الجمال في العمارة أو في الموسيقى أو في الحديقة، إذا هذه مجتمع نامي، متأسف نما يعني قوي، حي وحيوي وموجود. وبالتالي لو بصيتي لمصر وقت الخديوية، منطقة وسط البلد، منطقة وسط البلد الجميلة، إذا كان في هذا الوقت هناك رقي في مصر، كان هناك حضارة في مصر بالنسبة للعالم. إذا بصيتي لشارع الملك فيصل، أنا بضرب مثلا مش هضرب مثل آخر بال 1200 عشوائية، اما انا فاهمه، لكن انا بقول اللي قبل بتتكلم عن اول حاجه في وسط المدينه اهي، واللي قبل الخطوه النقله ما بين الجمال وسط القاهره الى العشوائيات، نزلنا الملك فيصل ثم رحنا العشوائيات. اذا الحضاره مبقاش عندنا حضاره. نرجع بقى للجمال. الجمال يعود بالتدريب، بالتدريب، ان انا الاب يدرب ولاده، الام تدرب بناتها، الاستاذ يدرب الطلبه بتوعه. لكن لما اروح انا النهارده في شارع كله زباله، وما اروح في اتوبيس مزنوقين في بعض عشان اوصل مدرستي او اوصل كليتي، وعرقان وشامم عرق اللي حواليا. اذا الجمال مجتمع على بعضه، ما اقدرش اجمل حاجه فقط واسيب الباقي. في ناس بيقولوا ده رفاهيه شديده اللي بتتكلموا عليه ده، جمال ايه الناس مش لاقيه تاكل؟ ما انا بقول لحضرتك الحضاره معيارها الجمال. هل الجمال محتاج غنى؟ لازم الاماكن الجميله تبقى الاماكن الغنيه، ولا ممكن لا. ولا ممكن احياء الفقراء ايضا تبقى جميله؟ مؤكد لا، بس عايزه احساس بان انا احب الجمال، احساس اكون اتعلمته. طب هل غياب حصص الرسم في المدارس هو السبب ان الناس فقدت حسها بالجمال؟ مؤكد احد الاسباب. طب هل يعني انا مثلا دايما اقول لماذا انتشر القبح في مدننا؟ لما ببص على المباني بحس انه قصه المهندس المعماري دي ما عادتش موجوده خالص. هم بيجي مقاول يقول لك هصب العمود وايه السقف وارمي ايه واعمل ايه، وصناديق قبيحه ومباني مش متبيضه، ومحدش بيسال والناس مش حاسه ومش متقبله. المهندس المعماري مات في مصر؟ ما عادش موجود. لا مش مات في مصر. القانون هو اللي اختلف. إيه؟ قبل سنه الستينات كان صاحب العماره بيتشرف بعمارته وفرحان بيها وبيأجرها، ولما تتفضى بيعيد ايجارها. في الستينات طلعت 4-5 قوانين ورا بعض تحدد القيمه الايجاريه. قوانين ايجار الاماكن. مش بس كده، ده خلى اللي يحدد القيمه الايجاريه مش صاحب الملك، لجنه من الدوله. لجنه. ما انا فاهمه، قانون ايجار الاماكن. فبالتالي بقى انا النهارده عايز مبنى حلو ليه؟ عايز مبنى يجيب لي فلوس. فانقلب الناس يعني لو مشينا في شارع قصر النيل، شارع سليمان باشا، وشارع طلعت حرب، نلاقي مباني دي عماره مراد وهبه، اسمه لغايه النهارده معروف، كان يفخر بعمارته، ودي عماره حسين سري، ودي عماره ما اعرفش مين. النهارده هو مش عايز عمارته، لانه عايز يقلبها ويبيعها. حتى المباني اللي في وسط البلد، لما حضرتك تبص تلاقي التكييف متركبه ازاي، وخراطيم التكييف متركبه ازاي، واليوفط متركبه ازاي، كلها بتشوه. هل معلش عشان احنا وقتنا للاسف بيخلص، هل غياب الاحياء او الفساد اللي كان في الاحياء هو اللي ساعد على انه لا العمارات بتتبيض ولا والقبح والمباني العشوائيه وعدم بنى الترخيص؟ يعني هل ده هيتحل ولا احنا قدرنا اسود كده ولا ايه؟ كله لازم يتحل، بس مش خطا الاحياء. الاحياء عشان يدي رخصه لعماره ما بيبصش للجمال. طب مين اللي بيبص للجمال؟ هل ما عندنا صاحب العماره؟ لا، هل عندنا جهه معنية بالحفاظ على الجمال، بنشر الجمال؟ يعني مش عارفة. اتعمل مؤخرا في القاهرة حاجة اسمها التراث، ومسكها صحفي محترم ومعاه لجنة صغيرة تمسك شارع قصر النيل، تحاول تخلي كل الدكاكين زي بعض. يعني جهدها ضايع في وسط كتر القبح. لكن الأحياء مش شغلتها الجمال، اللي كلفها ما قالهاش بصي للجمال، ولا بصي للون العماره، ولا بصي في تونس العاصمه الوان العمارات لازم توافق عليها الدوله. انت تحطي عماره حمراء يا عماره خضراء. انا في يوم من الايام كان عندي بيت في العجمي، فوجئت قدامي عماره قبيحه جدا وعاليه مخالفه للترخيص وعاليه. فبسال صاحبها بتعمل ايه؟ قال لي ايس كريم. قلت له نعم. قال لي دي ايس كريم، حته شوكولاته على حته كريمه على حته برتقان على حته مانجا. هذا صاحب العماره الجاهل تخيل انه بيعمل حاجه حلوه. دكتور، في تونس زي ما حضرتك قلت كده في بعض الاحياء بيضاء وشبابيكها زرقاء، أيوة. وبعضها بيضاء وشبابيكها خضراء. وقتنا للاسف خلص، واحنا نفتقد لثقافه الجمال ونسعى ليها. اخر سؤال هساله لحضرتك، احنا كنا عاملين حوار عن البحث العلمي، وكنا بنقول هل عدم الاهتمام بكليات العلوم احد اسباب تدهور البحث العلمي في مصر؟ حضرتك رايك مؤكد. بنقول تصويت اصدقائنا على صفحتنا في الفيسبوك، اللي قالوا نعم 384، اللي قالوا لا 38، اللي قالوا ربما 58. فقرتنا بتنتهي. بنشكر المهندس الاستشاري الكبير مهندس حسين صبور، رئيس جمعيه رجال اعمال مصريين. حضرتك نورتنا يا فندم. انا متشكر لحضرتك جدا. هنطلع فاصل ونرجع مع الستات ما بيعرفوش يطبخوا مع مفيدة ومع منى وصديقنا أيمن، وهيعلمهم الفراخ والرز الصيني. إلى الفاصل. بيسعدنا النهارده في مطبخنا يكون معانا شيف، مش شيف محمود، شيف محمود ما نقدرش نستغنى عنه، لكن معانا النهارده شيف أيمن، وشيف أيمن منورنا وعايز يعلم الستات وأنا ومنى طريقة جديدة في عمل الفراخ تشاينيز، صح كده؟ اسمح لي أرحب بيك أنا كمان شيف أيمن، وبشكر الشيف محمود إنه بيجيب لنا هو جميل يعني، حلو النوع ده. أنا مبسوط جدا إن أنا معاكم النهارده، ويا رب كلنا نستفيد إن شاء الله. شيف أيمن أنت هتبتدي إيه بإيه الأول؟ هبتدي بالفراخ التشاينيز إن شاء الله. طيب ممكن تقولي لي المقادير؟ نص كيلو فراخ صدور من غير جلد شرايح. طب ما تبص للكاميرا، خليها احسن، بص لكل مشاهدينك احسن. بقطعها شرايح. بتاخد معاها بصل جوليان او بصل مقطع. لا قولي المقادير الاول وبعدين نبقى نتكلم. هي عباره عن نص كيلو فراخ شرايح، بتاخد معلقتين صويا ونص فنجان اويستر صوص، بتاخد زيت سمسم وورق كزبره وورق ريحان، وبتاخد بروكلي حوالي 100 جرام بروكلي، وبتاخد معلقه توم مفرومه، وبتاخد شرايح فلفل الوان وكاجو للتزيين وشويه هوت صوص. تمام كده بقى احنا نقدر نتكلم في طريقه الطبخ. انا عليت لك النار اكتر حاجه. تمام بحط يا مفيده زيت السمسم. اوكي تمام. هو مولع يعني. زيت السمسم مهم قوي في الاكله دي، طبعا الاكله دي يعني زيت السمسم ده متوفر. موجود في اي سوبر ماركت، زيت السمسم دايما متوفر، وبعدين الكوليسترول بتاعه قليل جدا، وحاجه كويسه قوي في الاكل الهيلثي والاكل الصيني. احنا عارفين ان هو اكل هيلثي قوي. بنزل بالفراخ على طول بعد زيت السمسم مباشره، برضه ما يتاخرش عليه النار علشان ما يتحرقش زي الزيت الزيتون كده. ايه؟ يعني ما يتحرقوش. لا ما يتحرقش قوي كمان، لانه ريحته نفاذه جدا كمان. ريحته نفاذه جدا. وبقلب الفراخ بتاعتي. لازم تبقى النار عاليه يا مفيده. أيوة. عشان الفراخ المسام بتاعتها تتسد. تاخد الشوك الاولاني. دي حاجه مهمه قوي. دي حاجه مهمه قوي. اول ما الفراخ بتبتدي تتاخد سوتيه معايا، بنزل بالبصله المتقطعه جوليان او نفس تقطيعه الفراخ. اوكي. تمام. الثوم كله بقى مع بعض. كله مع بعضه. اكله سهله جدا على فكره، وهيلثي قوي يعني، حتى بنستفيد يعني من الصحيه قوي. بنزل بمعلقه الجينجر هنا. الجينجر ده اللي هو ايه؟ جنزبيل البودر. جنزبيل البودر، ولو في جنزبيل فريش مفيش مشكله، بس ممكن باودر يبقى اوكي. الباودر مفيش مشكله طبعا، عشان طبعا الريحه بتاعته بتبقى عامله ازاي. قويه قوي. طبعا انا بحطه هنا قبل ما اتبل الاكله، يعني مش بعد ما ادي الصويا وبدي الاويستر، لا انا في الاخر خالص بدي الورق الكزبره والريحان، لكن في الاول بدي الجينجر، فبيعمل معايا الريحه اللي انا عايزها والتيست اللي انا عايزه اوصله. اوكي تمام. بعد كده بنزل بالبروكلي عشان مش مسلوق، فببتدي ان انا عشان يستوي شويه، سوا الفراخ كمان. تمام. بقلب كويس. تمام. بعد كده بنزل بالصويا اللي قلنا عليها، معلقه صويا. في صويا حلوه وصويا عاديه يعني. في صويا سويت وفي صويا دارك، يعني الدارك شويه بتبقى سولتي قوي، ملحه قوي، وفي اللي هي اللايت شويه بتبقى سويت وخفيفه. فانا اجيبها ايه؟ تجيبيها لايت عشان تقدري تستخدميها، لو زادت منك في الاكل ما تبوظيش الاكل. فلفل الالوان. تمام. وادي الاويستر، صوص الاويستر اللي هو صوص المحاره يا جماعه، عشان بس نبقى عارفينه بالظبط. انا بجيبه منين صوص المحاره ده؟ موجود في اي سوبر ماركت. اوكي. في البطرمان، في ازايز، عباره عن ازايز كده، جنب الركن اللي فيه الصويا صوص، واي ركن تشاينيز في اي مكان بتلاقيه جنبه. هو دايما في الاكل الصيني الاويستر. تمام. بقلب كويس. بيضاف يعني، بيعمل طعم مختلف. هو ميه سويت شويه، وبيعمل كونتراست هايل قوي مع الهوت صوص والصويا، بيعملوا طعم لذيذ قوي في الفراخ، هتدوقيها وتشوفيها ان شاء الله. بضيف شويه ميه وبقلب كويس. قلبي يا مفيده، قلبي. حاضر. بقلب كويس. تمام كده. الريحه طبعا روعه يعني. اخر حاجه بضيفها. هات والنبي يا شيف ايمن اسمع كلامك لحسن. طيب. كل الناس فوق يقولوا اسمع كلام الشيف. حاضر. وادي ورق الريحان. بحط ورق الكزبره سليم. حط ورق الكزبره. ورق الكزبره سليم على فكره يا جماعه، بيبقى التيست بتاعه احلى من المفروم، يعني لما بيبقى الورق بتاعه. ورق الريحان برضو نفس الوضع كده، سليم زي ما هو، ريحان مغسول، وبحطه سليم زي ما هو. بقلب برضو. قلب. ما تقلقش انت، بس حط الحاجات، ما تتعبش نفسك. وشويه شويه هوت صوص بسيطه جدا. هوت صوص وده احنا استعملنا بتاع كل ده كده خلاص. الوضع بقى اللي عامل دايت بقى والحاجات دي يعني طبعا مفيد جدا والكوليسترول اللي عندك كوليسترول عالي مفيش طبعا. ده زيت السمسم كمان من الزيوت اللي مش بتقل يعني بتقلل كمان الكوليسترول الموجود في الجسم، مش بتحافظ عليه لا بتقلله كمان. طب شوف ايمن تاخد وقت قد ايه عشان الاكله دي؟ الفراخ من النوع اللي ما بياخدش سوا كتير، والخضار انا عايزه احافظ على لونه فهي مش اكتر من 3 دقايق هترفعها من على النار. يعني انا ارفعها من على النار في 3 دقايق. خليني بقى انا هنا اسخن الناحيه دي عشان نعمل الرز. ممكن تاخد الورق بتاعك بقى يا شيف وتقول لنا طريقه عمل الرز وانا اكون حطيت لك الرز او الاكل النهارده اللي هنعمله كله مفيده وحاجه تشاينيز شويه يعني. النهارده كمان عامل فرايد رايس برده حاجه هيلسي واخده خضار كتير يعني، عامل مدخل الخضار وحتى مكتر شويه في الخضار مع الرز، فعامله يعني حاجه برده صحيه شويه. ان انا كنت النهارده قاصد دوت وتمشي مع انا بحييك والله يا شيف وتمشي مع فرنسي جدا ربنا يخليك. عباره عن كوبايه رز بسمتي مسلوقه. تمام. الرز البسمتي يا جماعه برضه عشان نبقى عارفين الكوبايه ممكن تقرا بتعمل 3 يعني تمام. يعني الكوبايه في الاخر بعد ما تتسلق بتدينا 3 كوبايات بعد السوا. 3 كوبايات لما اجي اسلق الرز البسمتي كوبايه رز بسمتي بحطها قدامها المعيار بتاعها كوبايتين ميه. نقرا الاول وبعدين نشرح عشان انا ابقى مركزه في المعلومات دي. كوب رز بسمتي و100 جرام بروكلي، نص كوبايه بسله، 3 حبات مشروم بالظبط او 4، بيضتين، تمام، فص ثوم، معلقه زيت سمسم، فلفل مكعبات الوان، ونص كوبايه سويت كورن او ذره، معلقتين اويستر صوص وجنزبيل باودر. تمام. بتنزل بايه بقى الاول؟ اول حاجه هنزل بزيت السمسم. ننزل بزيت السمسم، خلي بالك علشان خاطر خلاص اتعلمتي ننزل. لا هو طيب زيت السمسم ده غالي على ست البيت يعني ولا؟ لا لا رخيص جدا على فكره يعني، اغلى من العادي شويه. ارخص من زيت الزيتون. ارخص من زيت الزيتون لكن اغلى من العادي. اغلى من العادي شويه بس ارخص. هو الوسط ما بينهم. ما دام حلو للصحه احسن من السمنه طبعا. زيت السمسم بعد كده هنزل بالبصلايه المفرومه. تمام. طبعا الرز عندي مسلوقه اهو يا مفيده. حاضر. تمام كده ما تحطيش حاجه، انا بقول لك هو مسلوق بس يعني انت بتديني بتنوه عني. طيب بقلب كويس. بعد كده بنزل بالمشروم. اتفضل. تمام. المشروم بحطه في الاول ليه؟ بعد البصله عشان المشروم ده فريش فلازم ياخد سوتيه شويه او يستوي شويه مع الاكل. يعني انا بص يعني لو مشروم كمبوت ممكن اخره شويه بعد البروكلي وبعد الحاجات دي. ما تصعبش ايه يعني ايه بقى مشروم؟ انا بحبه اللي هو المشروم المعلب يعني عشان بس الناس تبقى حافظه اي حاجه انا هقولها ممكن تساليني فيها عشان ايه. يعني انا كل حد عند بتاع الخضار يعني المشروم الفريش موجود. فلو مشروم فريش ومش مش مش معلب اخره في الاكله شويه مفيش مشكله. انا يعني انزله الاول. تمام. هنزل بعد كده بالبروكلي عشان فريش برضو مش مسلوق. بقطعه زهر صغير. ازاي البروكلي لونه ما يتغيرش يعني الستات البيت ايه لما تيجي تسلقيه؟ لو هتسلقيه في البيت هتاكليه سوتيه وانت بتسلقيه الميه تغلي معاكي كويس قوي، وكيس بيكنج باودر صغير قوي مع الملح. استحاله لونه غير ده، دي سر المهنه بقى. طبعا في فنيات كده بتبقى. او ممكن لو طلعته على طول من ميه سخنه احطه في ميه ساقعه في تلج، بس البيكنج باودر بيحافظ على الكيس كله ولا معلقه بيكنج باودر؟ وادي البسله. بحط سنه جينجر صغيره. اوكي ده كله على بعضه. استنى بقى معلقه توم. بحط سنه توم بعد اذنك. حاضر. تمام كده. اوكي تمام. ممكن بقى ايه شيف ايمن بتسلقه بتحط كيس البيكنج باودر ولا معلقه؟ يعني حسب الكميه اللي انت هتعمليها حسب الكميه. بعد اذنك اديني البيضه يا مفيده. اتفضل يا شيف. تمام. قلبي، حطي التوم. حطيت التوم. تمام. حطيتي توم. تمام. ده انا فركيكو بس انت مش واخد بالك. تمام. لا ما هو واضح. اتفضل. احنا كده بنعمل الرز صيني برضه. ايه انا هفضل كده بقلب وخلاص؟ ايه تاني احط؟ ايه تاني؟ اكل صيني برضه الرز ده. طبعا ده فرايد رايز حاجه تشاينيز وبعد كده بنزل بالبيض اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين. الله. اوكي ادي بروتين كمان في الاكله. حلو ده. قلبيه كويس اهو. تمام. وكالسيوم وكل حاجه. حلو الشكل ده. طبعا. طب بعد ما نزل الفلفل الالوان بعد اذنك. حاضر. اتفضل. الصويا انت ما نزلتش بيه. تمام. شويه الصويا بس كله. بس كده. طيب. وادي الاويستر. نفس المكونات الثانيه بس طبعا ايه بتزيد عليها البيض شويه. دي واخده بسله. في بسله وسويت كورن. اوكي. طب انا بعد كده اعمل ايه؟ بعد كده هحط دي برضو بسله تاني. حاجه بس بسيطه عشان اللون بس. وبعد كده هتنزلي بالرز. الرز ده بيبقى نص سوا ولا مسلوق؟ لا مسلوق. مسلوق. اوكي تمام. وقلبي كويس عشان تاخد اللون كله يا مفيده. حاضر. تمام كده. كده انا ماشيه شغاله صح يعني؟ اقلب مكانك شويه ممكن؟ اتفضل طبعا. طيب. شكلك اثناء الدراسه كده يا شيف ايمن كنت غلباوي وشاطر ومتميز. شكلك يعني هي دي الحاجه اللي الحمد لله ميزت الواحد بعد كده ان شاء الله ان هو يبقى في المكان اللي هو فيه الحمد لله يعني. وهي المهنه بتاعتنا المطبخ بالذات، يعني لو حبيتيه صدقيني هتبدعي فيه، ما حبيتيش المطبخ مستحيل انك انت تبدعي فيه. لازم الست تحب المطبخ عشان طبعا تبدأ. طبعا اي حاجه وصدق، ولو انت بتعملي الحاجه وحبيتيها صدقيني هتعجب الناس اللي هتاكلها من وراكي. صح. لكن لو انت مش عاجباكي مستحيل تعجب اي حد تاني. ومن ناحيه الاتقان كمان الواحد يتقن كل طبعًا. عمل بيعمله. ما هو طالما انا حبيت الحاجه لازم اتقنها ولازم ابدع فيها. بالظبط. والمطبخ ابتكاري، يعني في اساسيات للمطبخ. في عملت الرز هايل النهارده. طبعا. وانا ما عملتش الرز، انا عملت تحت يعني تعليمات الشيف. ناقص لك ناقص شايفين اللون بقى، وبعد كده بحط السويت كورن في الاخر عشان يبقى حتى شكله ما يبقاش ما يتبلش معايا في ما يتبلش، لانه حاجه بتبقى يعني ده اخر حاجه انا بنزلها علشان ما يتبلش السويت كورن. تمام. اقول لكم على فكره، يعني لو سبت البيت فايد منها رز بسمتي مسلوق تقدر تعمل الفرايد رايس سهل، لو ولادها ما بياكلوش تقدر تعمل فرايد. يعني انا النهارده كنت بعمل الاكله دي مثلا، فاض مني رز مسلوق في الثلاجه استغله في حاجه زي كده. هو بيقعد الحقيقه يعني طبعا طبعا. انا بس بوري كل اصدقائنا الطبختين اهم وهم بيتعملوا. ده كده شكله تشاينيز عشان الالوان الكتيره اللي فيه. ده دلوقتي كده اللحمه الفراخ دي تبقى ايه؟ خلاص كده دي استوت. الفراخ من الفراخ الصدور ومن غير جلد ومن غير عظم ومتقطعه اشتريدد او حاجه جوليان رفيعه جدا، اضمني انها مستويه اشتريدد. يعني ايوه زي جوليان كده. احنا لينا فنيات في مطبخنا شويه. طب اديني بقى جزر بتاعنا بما ان انت واصل لمرحله انك فاهم ايه اللي موجود في مطبخنا. طبعا بعد ما باجي بقى اعبي الطبق بتاعنا بدي الكاجو في الاخر. ده الشكل النهائي. ده بقى اللي بره الرجيم يعني عشان تبقى عارف. لا هو الرجيم هو ادي الرز بنعبيه بطريقه كويسه كده، وبعد كده بنحط. انا عايزه اجيب لك الفراخ اللي في النص دي. الفراخ ممكن انت تحب تغرفها هو كده خلصان برضو، بس ده الشكل النهائي لكل اصدقائنا. برضو ممكن اهو ادي الفرايد رايس خلصان. تمام. واحنا بنغرف الفريش بينه. الله. ادي الرز خضروات وكورن تحفه، حاجه روعه وريحته حاجه هيلسي. طبعا انا بشكرك يا شيف ايمن وسعداء بيك، وان شاء الله نشوفك في حاجات ثانيه. ميرسي جدا. بشكرك يا منى، تسلم ايدك مفيده. وعلى فكره ده طبق كمان ممكن يبقى نباتي جدا للناس اللي ما بتاكلش الفراخ. رائع جدا جدا يعني. تسلم ايدك، بس هو في بيض بس. ايوه عشان البيض. نشكرك جدا، وبكره وحلقه جديده، والستات ما بيعرفوش يكذبوا.